صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. جزء كبير جدا ومهم جدا من شخصيتك هو التزامك، التزامك بكلمتك، التزامك بوعودك، التزامك بمواعيدك، ودي حاجة مهمة جدا. يكون عندك ميعاد لازم تلتزم بهذا الميعاد، لازم تروح في الميعاد بتاعك أيا كان. أنت رايح تعمل إيه؟ رايح خارج، هتتفسح، هتروح عند حد في البيت، عندك شغل، ده اسمه ميعاد. ولازم تكون انسان عشان تلتزم بميعادك لازم تكون مجهز نفسك من بدري. عندنا مشكله كبيره جدا في الناس وهي بتجهز، يعني غالبيه الناس وهي بتجهز عشان تنزل بتاخد وقت كبير جدا. فسؤالنا بيقول بتاخد وقت قد ايه عشان تجهز لو انت خارج وعايزين مواقف؟ لان في ناس الموضوع بيطول معاها قوي، من بيطول ساعات، ساعه ساعتين ثلاث ساعات لمجرد ان هو يلبس قميص وبنطلون وينزل. بس هو عارف نفسه مش مش جاي يتعرف على نفسه باول مره في الميعاد ده. هو مدام ساعات، ربع ساعه، خمس دقائق، دقيقه، المهم انه يظبط ميعاده. لا ما هو كده مش هيظبط ميعاده. ما هو الفكره ان هو ما بيبقاش مجهز نفسه من بدري. هو عنده ميعاد وليكن الساعه 2، فتلاقيه مثلا جه الساعه 2 الا ربع قايم يبدا يجهز، وهو بياخد ساعتين اصلا عشان يجهز. اوكي، فبقول لك في ناس كده عندها مشكله. انت مشكلتك ايه؟ عندك مشكله مع المواعيد ولا لا؟ لا، حسب الميعاد. حسب اهميه الميعاد؟ لا، حسب الميعاد مش اهميته، حسب الميعاد. يعني مواعيد الخروجات انا بتاخر فيها عادي جدا. انا يعني بس في ناس مستنيينك برضو يعني. لا دي خروجه، ما حدش مستني حد، مش بنمضي يعني حضروا انصراف. لا انا فاهم، بس هم راحوا بدري بقى وقعدوا واتجمعوا. طيب مش انبسطوا؟ المهم ان هم انبسطوا. اه خلاص، يعني انا في خروجه لا ببقى براحتي خالص، خالص جدا قوي. طيب كويس خالص. لكن لو في الشغل لا، ببقى في ميعادي موجوده، ويمكن قبل الميعاد علشان ده شغل، فيهاش هزار يعني، لازم نلتزم بمواعيدنا. لو افراح انا بحب اروح الفرح متاخر، ملهاش اي علاقه خالص باهميه الناس اللي بتروح بدري واهميه الناس اللي بتروح متاخر وكده. بس انا عامه بزهق قوي في الافراح مثلا. بس هو انا عارف ان هو جزء يعني، ده بيبقى حاجه في الشخصيه، الالتزام بالميعاد، سواء بقى خروجه، سواء شغل، سواء فرح، ايا كانت المناسبه. لا ده جزء لا من شخصيه اي حد فينا. لا انا ملتزم بمواعيدي، فهتلاقيني في كل صغيره كبيره في ميعادي اون تايم موجود. لا مش لازم، مش لازم خالص. مواعيد، ميعاد انترفيو، ميعاد مدارس، ميعاد تمارين، ميعاد شغل، لا ببقى موجوده في ميعادي. مواعيد بقى الثانيه انا خارجه اتفسح، فانا ابسط حاجه هعملها ان انا لا التزم، حتى عشان ابقى غيرت الالتزام واللود اللي عليك بتاع انك لازم تكون موجود في ميعادك بالظبط. ده اول حاجه علشان اكسرها في الخروج، انا خارجه اغير الروتين. مش عاجبك الكلام؟ لا مش متفق طبعا. انا يعني بالنسبه لي الميعاد هو ميعاد ايا كان، رايح اعمل ايه، خارج مع اصحابي، رايح فرح، عندي شغل، عندي مناسبه، عندي اي حاجه، الميعاد عندي هو ميعاد. اما بالنسبه مثلا لو عندي ميعاد بيبقى بالفريم زي ما بنقول مثلا على راس الساعه زي الشغل وكده، فده طبعا بجهز له من بدري قوي، بجهز له قبلها بليله مثلا. يعني اللبس بتاعي بيكون جاهز من قبلها بيوم. وبالنسبه لنا احنا كاولاد يمكن الموضوع بيكون سهل شويه في اللبس، يعني هو قميص وبنطلون وجزمه بتلبسهم في دقيقه. دقيقه مش مجازا، هي فعلا 60 ثانيه ممكن البس القميص والبنطلون والجزمه وانزل. ايوه بس علشان تبقى جاهز في الدقيقه دي تعمل ايه قبلها؟ تبقى حالق دقنك ولا مش حالق دقنك؟ سايبها ولا مش سايبها؟ ده جزء من داخل واخد دوش ولا مش واخد دوش؟ مخلص كل الكلام ده قبلها، كل الحاجات التفاصيل ده، مخلص تفاصيل يومك، مصلي، مجهز، كل التفاصيل اللي بتحصل قبل النزول دي ما تتحسب مع دقيقه. كل ده قبلها بليله؟
وبيبقى فاضل لي. لو هنتكلم بقى على الشغل مثلا، فانا بيكفيني بالظبط 10 دقائق من اول ما اصحى، من اول ما المنبه يرن لحد ما انزل الشارع باخد 10 دقائق بالظبط. 10 دقائق في اني ادخل الحمام، اتوضى، اصلي، البس، كل ده بيتلم، وانزل على السلم، كل ده بيتلم في 10 دقائق. دول في اسناني بس اصلا طبعا، يعني خلص غسيل الاسنان. في ناس عندها مشكله يقول لك انا على السلم، هو لسه نايم. احنا عارفين طبعا الموضوع ده ناس كتيره كده، بس خلاص بنبقى حفظناهم يعني. طب ايه اللي يثبت لي بقى ان انت على السلم؟ طب ايه اللي يثبت لي ان انت في الشارع؟ يقول لك انا موجود، انت مش سامع صوت الكلاكسات. كلاكسات مين يا عم؟ ده الدنيا. لا هقول لك على حاجه، احنا زي ما قلنا حسب الميعاد وحسب الفصل، يعني درجه استعدادي في الوقت في الصيف غير في الشتاء. طبعا هو الشتاء كسل والجو برد، بس برضه الشتاء منجز اكتر. لكن في الصيف انت بتصحى الصبح تاخد دش، قبل ما تنزل مشوارك بتاخد دش، اما بترجع تاخد، فانت يعني بيبقى عندك تفاصيل كتير جدا. لكن في الشتاء مره في اليوم ملتزم، مره في الاسبوع. دخلتينا في قصص ثانيه. لا والله يعني طيب. حسب درجه حراره الجو بتاخد وقتك. طيب على كل ده سؤالنا الموجود، بتاخد وقت قد ايه عشان تجهزوا لو انتوا خارجين؟ احكوا لنا طبعا مواقف، في انتظار تعليقاتكم، هنستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم، وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح دلوقتي نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، وكمان نعرف منها بتاخد وقت قد ايه علشان تجهز. يا دينا صباح الفل عليك. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل يا رب على كل مصير في كل مكان. باخد وقت قد ايه؟ لا باخد على حسب رايحه فين. يعني لو رايحه فرح باخد وقت طويل طبعا في ان انا بلبس وبجهز، لكن لو نازله عادي لا ما باخدش وقت. بس الالتزام، انا متفقه مع شاذلي في ان الالتزام بالمواعيد مش هتفرق بقى، لازم في كل الاحوال بحس ان انا لازم اكون ملتزمه، وببقى متضايقه جدا. يعني لو اتاخرت ببقى متضايقه وبجري، وممكن اوصل اول واحده ابقى ندمانه ان انا وصلت وكله اتاخر عليا، بس لا بحب ان انا اكون ملتزمه جدا طبعاً. عمري ما جربت شعور اول واحده ده. للاسف احنا لابسين الساعات شياكه بس، يعني الساعات موجوده في الموبايلات وفي البيوت وفي العربيات، ولابسين ساعات في ايدينا، وبرضه غالبيتنا ما بيلتزمش بالوقت. لا وبعدين بقيت بتوتر، وخصوصا لو انت يعني البارتنر بتاعك او انا جوزي مثلا من النوع اللي هادي جدا في مواعيده وبراحته، ايه المشكله واتاخرنا وانا بقى ببقى بهلي. بس يعني بتبقى ايه، بحاول اهدى بقى دلوقتي خلاص، اتعود ان انا ما فيش مشكله واتاخرت شويه في اي ميعاد. بس انا لا بحب الالتزام في المواعيد جدا يعني. عظيم. لان كمان شغلنا فعلا عودنا على الالتزام بالمواعيد. احنا ساعه الهوا دي ساعه مقدسه بالنسبه لنا، لازم نكون اون اير وجاهزين في اي وقت. علشان كده اي ميعاد بعد كده في حياتي بحاول انا اخده بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. ممكن يكون ضغط عصبي كتير، او ممكن يكون الزحمه في الشوارع، في حاجات كتيره بتبقى عارضه بالنسبه لنا، لكن على اغلب الاوقات بكون دايما ملتزمه بمواعيدي، لان ده بيخليك دايما ليك صوره كده، ما يبقاش السمعه بتاعت ان لا تعالى بكره بقى. يعني في عندي اصحابي البنات لما بيتاخروا عليا ببقى عارفه ان هي بعد بكره، يعني هتيجي في ميعادنا ولا اديها ميعاد قبل ميعادنا بساعتين ثلاثه علشان تقدر توصل في الميعاد اللي احنا هنتجمع فيه. فمهم جدا من صفات الشخصيه كده المنظمه انها تكون بتلتزم بمواعيدها. خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون شديد الحراره راتب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان نشاط الرياح محدود على بعض المناطق، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45، وأقل درجة حرارة هتكون في العالمين 33 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أهمها إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة نظمت احتفالية لعدد من ذوي الهمم بالتعاون مع محافظة الغربية، وتم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. أيضا وزارة الداخلية بتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معاك في كل مكان، وده لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأولى بالرعاية في عدة محافظات. خلينا نتابع التفاصيل.
أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، منها أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا للأبناء من ذوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. تضمنت الاحتفالية فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار أسري ومناخ ساده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، وتم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأولى بالرعاية في عدة محافظات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. امبارح استقبل معرض ديارنا لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية مصر بتتكلم حرفي بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي استقبل الزوار، وهتستمر فعالياته لحد يوم 4 سبتمبر المقبل، وبيتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يوم يتم خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وده في إطار تقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في الأقصر تم الانتهاء من 165 مشروع تنموي بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي اسكندرية بدأ تفعيل الدفع الإلكتروني لخدمات شركة الصرف الصحي. أما في جامعة العريش فتم تخصيص 20 منحة دراسية للباحثين من أبناء سيناء. في محافظة الغربية تم الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحكمة بكفر الزيات بتكلفة 4,700,000 جنيه. تفاصيل أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة. في الأقصر أعلن جهاز التعمير أنه تم إنهاء ما يزيد عن 165 مشروع بنسب تنفيذ 100%، وتضمنت 13 مجمع خدمات للمواطنين و13 مجمع خدمات زراعية و9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب و37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب و14 مشروع إحلال وتجديد للكباري وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية. في سوهاج أعلنت المحافظة أن إجمالي كميات الأقماح اللي تم توريدها بالشوان والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 129,258 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، وده وسط انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات، وبلغت مساحات القمح المنزرعة هذا العام 174,816 فدان بمختلف مراكز سوهاج. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للمديونات المستحقة لدى المتعاملين مع الشركة، وده من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني وخدمات شبكة ميزة سواء محفظة إلكترونية أو كروت مسبقة الدفع. في الأليوبية أعلنت المحافظة أن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية ل 406,264 مواطن ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفق الدولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية. في شمال سيناء خصصت جامعة العريش 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير لباحثين من أبناء سيناء بالتعاون مع جامعة بنها، وده بواقع منحتين في مجال العلوم الطبية وثلاث منح في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية وأربع منح في مجال العلوم الزراعية والبيطرية وأربع منح أخرى في مجال العلوم الأساسية وسبع منح في مجال العلوم الإنسانية. في البحر الأحمر تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الشهرية خلال يوليو الجاري بالكشف الطبي على أهالي قرية الحويطات بسفاجة النهاردة وبكرة مع صرف العلاج بالمجان، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر. في الغربية انتهت المحافظة من أعمال توسعة وتطوير ورصف ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات بإجمالي تكلفة 4.7 مليون جنيه، وده ضمن خطة المحافظة لتوسعة وتطوير مداخل المدن، وشملت أعمال التطوير إزالة كافة التعديات الموجودة داخل الميدان وتوسعته من خلال إضافة حارات مرورية جديدة ساهمت في تحقيق سيولة مرورية بمدخل المدينة والقضاء على تكدس السيارات في أوقات الذروة.
في الوادي الجديد أكدت مديرية الطب البيطري أن فرق التحصين البيطري انتهت من تحصين 20,354 رأس ماشية على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الأول من عمل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. الحملة بتستهدف تحصين الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية. بتاخدوا وقت قد ايه عشان تجهزوا وانتوا خارجين؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. نشوف بقى الناس بتاخدوا وقت قد ايه. في يحيى حبشي بيقول صباح الخير والسعادة عليكم وعلى احلى برنامج، انا عن نفسي باخد نص ساعة بالكتير قوي، تحياتي ليكم. مفيش مشكلة، نص ساعة برضو في حدود المعقول، بس تكون ظابطها قبل ميعادك، يعني ما يكونش ميعادك الساعة 2 وتبتدي تجهز من 2 فتوصل 2:30. او يعني ما حددي ميعاد الساعة 2 اصلا، 2 بالليل اصلا. ماشي. 2 ده حر قوي. طيب بيعن بيعن بيقول ربيع بيقول بيع بيع تصدق دلع نفسه بيعن. صباح الخير عليكم، انا مرسى مطروح، لو خارج لوحدي اقل من 5 دقائق، ولو مع الاسره مش اقل من 1.5 ساعة. الحكايه دي يا شاذلي بيعطلوا طبعا الاولاد، وكل واحد ليه متطلباته قبل الخروج، انت عارفه يعني. عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليكم من المنوفيه، بحييكم. المفروض ان كل واحد يلتزم بالمواعيد، انا عن نفسي مش باخد اكتر من 5 دقائق في اللبس، اما الولاد خاصه البنات والزوجه ممكن ياخدوا ساعه او اكتر قدام المرايه، وعشان كده انا بنزل واقول لهم ابقوا الحقوني بقى هناك وصباحكم زي الفل. عداك لايب. علاء هارون بيقول صباح الخير عليك يا مستر شاذلي، انت ومنى، كان معايا ميعاد مع خطيبتي واتاخرت عليها حوالي ساعه، رحت لقيتها مشيت وزعلت مني واضطريت اجيب لها هديه غاليه قوي عشان اصالحها، انا لو منها مش هتصالح اصلا. فكره انك تتاخر عليها، لا 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 لا، يتاخر عليها وتسيبها ساعه بحالها في مكان، لا 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 مش موافقه. ماشي. ينفع تتاخر انت؟ لا طبعا، لا طبعا، بس اقصد ان هو يعني اكيد في عذر، يعني لانه الراجل بيقدرها، فهماني؟ الراجل بيقدرها وجاب لها هديه غاليه، فده معناه ان هو بيقدرها. لكن لا، مش لازم الهديه تكون غاليه عشان يقدرها. طيب ماشي. بشر اسماعيل بيقول صباح الفل عليكم، انا من المنوفيه، لو خارج لوحدي اقل من 5 دقائق، لو مع الاسره مش اقل من ساعه. طيب موضوع ان الاسره بتاخد أقل مش اقل من ساعه، دي انا حاسه ان في كده في باطن الكلام غير ظاهره، الرجاله بتحاول تقول ان الستات هي اللي بتتاخر. هي مش بتحاول، هم واضحين في سياق الكلام. لا هم واضحين، كله بيقول لك الاسره والزوجه والابناء بيقف قدام المرايه كتير. يعني انا مش بفهمها وهي طايره. لا لا خالص، تفاصيلكم كتيره يعني، عامه البنات تفاصيلها كتيره وهي بتجهز، فلو عندنا ميعاد بلاش الساعه 2 عشان منها ما تزعلش، عندنا ميعاد الساعه 7 بالليل. اه ميعاد مناسب. فاحنا بالنسبه لنا مثلا كاولاد ممكن 7 الا ربع اقوم البس. هم مثلا يبقوا 6 الا ربع، طالما هم بياخدوا وقت يبقى نقوم بدري شويه بس. لا هي قصه ان الام بتبقى عندها تفاصيل كتير، بتلبس الولاد، وبعد ما تلبس الولاد تدخل تلبس هي، يكون الولاد بهدلوا نفسهم، ترجع تلبس الولاد تاني، بعدين ترجع هي تلملم المكان مطرحها. يبقى 5 الا ربع بدل 6 الا ربع. هتزودي هرجع تاني. طيب دكتور محمد نوفل بيقول صباح السعادة عليكم من مدينة صان الحجر الأثرية، الالتزام واحترام الميعاد، علشان كده لازم يتم الترتيب علشان أوصل أنا قبل الميعاد بدقائق، حتى لو نايم الساعة البيولوجية منبه يقظ، وده من الحرص على الالتزام. الساعة البيولوجية دي فعلا صح. حاجة عم يكون عندك شغل مهم ولا حاجه ما تعرفش تنام. الواحد ما بيعرفش ينام فعلا، تقومي قبل المنبه. ده حقيقي. تفضل تقوم تبص المنبه ما ضربش ليه وترجع تنام، واول ما يضرب تبقى عايز تنام حالا. عوض السماك صباح الفل عليك، وعلى حسب انا رايح فين، لو التمرين 5 دقائق، لو الشغل 5 ثواني عشان الحق الباص، لو مشوار فيه شراء حاجه للبيت وفي دفع فلوس مش اقل من 2 ساعة، ممكن ننساها خالص على الباص. طيب طه عمر بيقول تحياتي ليكم، برسلها من دبي، الميعاد ميعاد، والشخص الملتزم بمواعيده هو شخص ناجح ومحترم. انا عن نفسي ما باخدش وقت زي معظم الرجاله، لكن معظم الزوجات ان لم يكن كلهن بيعطلوا ازواجهم كتير. وبالمناسبه دي كان عندي صديق بيوفي بميعاده بالثانيه، ومره اتاخر جدا على غير عادته، ولما وصل سالته ايه سبب التاخير، فأجاب بكلمة واحدة: اتجوزت. واضحة خالص أيوة، وصريحة، مش في بطن الكلام ولا حاجة. حسن طه عايز يقول حاجة. كملي كمان، بيقول لك قصة أخرى، واحد بلدياتنا كان حاجز في القطر وعمه مصر إنه يعزمه على الشاي، فبيعتذر لعمه فقال له: يا سيدي القطر ممكن يستناك شوية. ملتزم أوي.
جراش حاجه. طيب خلص تحياتنا ليك يا استاذ طه. ثروت عدلي بيقول صباح الخير عليكم، انا بلبس في 5 دقايق اما الزوجه بتقف قدام المرايه ساعه كامله وكانها رايحه تغني في حفله. ده اسمه الاهتمام بالنفس، وده اسمه الاهتمام بالناس اللي هي رايحه لهم، ده اسمه تقدير لشكلها ولشكلك ولشكل الناس اللي رايحين. شكرا للزوجه اللي بتاخد بالها من نفسها، بس يكون قبل ميعادنا برضو بوقت كافي. تمام طالما هي بتاخد، تمام مش معترضين. اه طب طيب في ميار خالد بتقول صباح الفل عليكم، انا لازم البس قبلهم عشان بتاخر شويه. شوفي بقى الناس اللي بتقدر الوقت وبتقدر قيمه الوقت بتلبس قبلهم عشان هي عارفه ان هي بتتاخر، فلو خارجين يقولوا لي اجهزي قبلنا انت، هم عارفين كمان ان هي بتتاخر فبيخلوها هي تجهز بدل شويه. طيب احنا لسه معانا تعليقات كتير ولسه سؤال حلقتنا موجود معانا هنجاوب عليه على مدار الحلقه. بتاخد وقت قد ايه علشان تجهز وانت خارج؟ احكي لنا مواقف حصلت معاك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل الحلقه. بنصبح على حضراتكم مره تانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على كافه الانحاء، وفي النهارده نشاط رياح محدود على بعض المناطق ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا واضح ان لسه في ارتفاع كبير في درجات الحراره، وخاصه كمان ان نسبه الرطوبه مرتفعه جدا. هل كمان في مناطق هيكون فيها نشاط رياح ولا لا النهارده؟ بالفعل اليوم في استمرار طبعا لارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه، مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه اللي بتشهده معظم محافظات الجمهوريه. نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا خلال هذه الايام باحساسنا بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، لان احنا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي بيكون معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيره من بخار الميه ويحصل لها تعديل في قيم درجات حرارتها، فبالتالي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه مع بخار الميه اللي بقى جاي في الكتل دي. ففي ارتفاع كبير في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، القاهره الكبرى ما بين 80 لـ 90%. فطبعا نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. يمكن اليوم العظمى على القاهره الكبرى المتوقعه في الظل هتكون 36 درجه مئويه، لكن المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه تكون ما بين 39 الى 40 درجه مئويه. كمان خلال الايام المقبله متوقع ان احنا نتاثر مره اخرى بالمرتفع الجوي للطبقات الجو العليا او القبه الحراريه. المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فيساعد على الاحساس بارتفاع درجات الحراره والاجواء هي الشديدة. نسب الرطوبه يعني بتتراوح ما بين قد ايه؟ نسبتها قد ايه؟ دايما عظمه الرطوبه بتكون خلال فترات الليل، واللي هي بتتراوح ما بين 90 ل 95% على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، ما بين 80 ل 90% على القاهره الكبرى والوجه البحري. وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل. الصغرى الرطوبه بتبقى فترات النهار بتوصل ل 40% على بعض المناطق من القاهره الكبرى، 55 و 60% على السواحل الشماليه، ودي قيم كبيره جدا مع قيم درجات الحراره العاليه فتره النهار. فده اللي بيخلينا نحس ان الاجواء فيها اجواء شديده الحراره ورطبه. صحيح. خاصه ان فترات النهار تحديدا نشاط الرياح بيكون فيها نشاط رياح نسبي، يعني ما فيش نشاط رياح احيانا بيخلي يلطف الجو في فتره يعني النهار. عايز اقول لحضرتك ان الناس اللي في السواحل الشماليه كلها بتشتكي ان الجو حر جدا عن القاهره، طبعا ده بسبب ارتفاع نسبه الرطوبه بشكل كبير هناك عن القاهره. بالفعل يمكن المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط قيم درجات الحراره اقل، لكن نسب الرطوبه هي الاعلى على الاطلاق في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بسبب قربها من البحر المتوسط. كمان فترات مش بس في ارتفاع في درجات الحراره فتره النهار، فتره الليل، فتره الليل بيكون في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، وزي ما قلنا ده بتبقى عظمه الرطوبه فتره الليل، قيم درجات الحراره مرتفعه، فكمان احنا فتره الليل بنحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره والاجواء المائله للحراره الرطبه. يمكن اليوم تحديدا فتره مساء نلاحظ نشاط نسبي، بس هو مش هيأثر بشكل كبير على بعض المناطق من
القاهرة الكبرى أو السواحل الشمالية أو الوجه البحري، لكن خلال الأيام المقبلة هيكون في اعتدال كامل في سرعات الرياح، فمش هنحس بيه. واعتدال سرعات الرياح ده هيخلينا نحس أكتر بقيم درجات الحرارة. كمان الشبورة المائية خلال هذه الأيام بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واضحة بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي إن شاء الله سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا الساعة 7 8 صباحا الشمس بتطلع، فبتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. الموجة دي مكملة معانا على الأقل لمطلع الأسبوع اللي جاي، يعني على الأقل لنهاية شهر يوليو مكملين في ارتفاع شديد في درجات الحرارة. فمهم جدا ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا، لان ارتفاع درجه حراره الجسم لفترات طويله بين النهار والليل او حتى كمان لايام طويله ممكن يسبب اجهاد حراري. بالظبط، اجهاد حراري، وكمان ممكن ياثر على القلب بشكل كبير. عشان كده احنا بنقول لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير. الموجه دي يعني اول مره تبقى احنا عندنا موجه ارتفاع في درجات الحراره طويله قوي كده. يمكن احنا تعرضنا في العوامل الماضيه لارتفاع كبير في درجات الحراره، لكن ما كانش بالطول ده، يومين ثلاثه وبتختفي، لكن احنا بقالنا تقريبا دي الاسبوع الثالث على التوالي تقريبا. بالفعل احنا بداناها يوم الخميس الماضي وكملت معانا على مدار الاسبوع الماضي، وكمان مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، وقيم درجات حراره اعلى من المعدل الطبيعي لها. يمكن خلال هذا الوقت كل دول العالم يعني في نصف الكرة الشمالي تشهد موجة شديدة من موجات ارتفاع درجات الحرارة، ويعني بيختلف قيامها من منطقة للثانية بسبب طبعا الموقع الجغرافي ومناخ كل بلد. يمكن احنا يعني في جمهورية مصر العربية بنسجل درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية، لكن برضو احنا مش معتادين على استمرار الامواج دي او موجات ارتفاع درجات الحراره اللي دايما بتخلينا يعني طول موجه نفسها خلينا نحس كمان بارتفاع درجات الحراره، خصوصا ان احنا كمان الاجازات مستمره. بس انا عايزه اطمن حضرتك برضو على حاله البحار علشان الانشطه اللي ممكن الناس تمارسها خلال فتره الصيف، يعني حابين نطمن على ارتفاع الامواج كمان. يعني احنا على الاقل خلال 72 ساعه القادمه ارتفاع الامواج على البحرين لا يتجاوز 2 متر، فيعتبر البحر الاحمر والبحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فنقدر نستمتع لكن ناخد احتياطاتنا. واهم احتياط في الفتره دي هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا، لان وقت الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر بيكون ذروه الاشعه الشمس اللي بيوصل للارض، فبالتالي لازم اخد احتياطاتي. لو اضطريت اكون في الشارع لفتره طويله لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وبلاش الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله. وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. وطبعا نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس قطنيه في الفضاء فتحت اليوم. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه. معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا دلوقتي ناخدكم في جوله عن درجات الحراره المتوقعه النهارده على معظم محافظات الجمهوريه، وهنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 37 26، اسكندريه 33 24، العالمين الجديده 33 25، مطروح 33 25، دمياط 35 25، بورسعيد 36 25، الإسماعيلية 39 25، السويس 39 26، العريش 36 24، كاترين 36 18، طابة 40 26، حلايب 38 30، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 41 30، الغردقة 42 30، الفيوم 41 26، بني سويف 41 26، الوادي الجديد 45 28، اسيوط 42 27، سوهاج 43 27، قنا 43 28، الاقصر 44 29، واخيرا اسوان 44 30. نحاول نخلي بالنا زي ما دكتوره منار النهارده قالت لنا ان احنا نخلي بالنا التعرض المباشر لاشعه الشمس من الساعه 12 للساعه 4، ولو اضطرينا لازم يكون معانا غطاء للراس، وكمان نتناول كميات كبيره من المياه والميه الساقعه كده والمشروبات علشان نعوض ممكن يحصل اي اجهاد حراري لاي شخص، وخاصه كبار السن والاطفال. هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنها علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك. دلوقتي خلينا نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده. النهارده في مباراه مهمه بين الاهلي وبيراميدز في اطار المباراه المؤجله من الجوله 28 من الدوري المصري.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم البدء في صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي وزارة التعليم والشرطة والأطباء، وبتقسيم عملية صرف مرتبات الموظفين على بضعة أيام، على أن يتم صرف جميع المرتبات بحلول 27 يوليو 2023. النهاردة هتستعد حركة ناصر الشبابية بالتعاون مع المؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات لإطلاق برنامج يوليو الفكري الأول، تزامناً مع الاحتفالات بمرور 71 عام على ثورة 23 يوليو المجيدة ومرور 5 سنوات على تأسيس حركة ناصر الشبابية، وده في الفترة من 23 يوليو حتى 26 يوليو الجاري بمقر المؤسسة التاريخي بوسط البلد بالقاهرة وبحضور أهم الأكاديميين والمثقفين المصريين. برضه النهارده هينظم قطاع الفنون التشكيليه ندوه بيستضيف خلالها المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواحده ظهرا بمتحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشيه البكري في مصر الجديده، وده بمناسبه الذكرى 71 لثوره 23 يوليو 1952. النهارده لعشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراه قويه في اطار المباراه المؤجله من الجوله 28 من عمر الدوري المصري، هيلتقي الاهلي مع بيراميدز الساعه 8:30 بالليل. طبعا ما فيش شك ان الذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات، ومن اهم هذه المجالات هو ترميم المومياوات. ده اللي اعلنت عنه هيئه الطاقه الذريه بانه لاول مره هيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم المومياوات. طبعا هيئه الطاقه الذريه عندها معامل وتقنيات حديثه لصيانه وتحليل المومياوات والحفاظ عليها. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور شريف الجهري المتحدث باسم هيئه الطاقه الذريه. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. اهلا، صباح الخير، اتمنى صباح الخير على كل المستمعين بتوعنا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. لو جينا اتكلمنا عن التقنيات او التقنيات النوويه والاشعاعيه والذكاء الاصطناعي في مجال دراسه وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الادميه والعظميه، ازاي هنقدر نستخدمه واحنا محافظين على المومياوات؟ الحقيقه استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات النوويه والإشعاعية دي أحد التكنولوجيات الحديثة في عملية الترميم سواء الآثار أو المومياوات. الفكرة كلها إن ديت كل هذه التقنيات تقنيات غير إتلافية، يعني ما بتحدثش أي أضرار في المومياوات أثناء التعامل معاها. وطبعا دول كثيرة جدا على مستوى العالم هي بدأت في هذا المجال، ومصر الحقيقة داخلة في هذا الكلام من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الآثار لاستخدام هذه التقنيات النووية والإشعاعية في هذا الموضوع. أكيد. طيب دكتور، عملية يعني الترميم بتاخد مراحل كتيرة، التصوير والتوثيق، بعد كده نشوف المادة المستخدمة في التحنيط نفسها، الراتنجات، الأملاح، كل هذه الأمور. الذكاء الاصطناعي بيتدخل في أي خطوة بالضبط؟ زي ما حضرتك تفضلت محمد، فعلا هي عملية الترميم على مراحل. عملية استخدام الإشعاع بتبدأ الحقيقة من مجرد اكتشاف هذه الموميا، فطبعا بيدخل التصوير. عندنا التصوير بالأشعة، ممكن الأشعة السينية وممكن بأشعة الجاما. الأشعاعات ديت كلها دي أشعاعات معينة ليها طاقة عالية، فتقدر تخترق الأنسجة أو المواد وبتقدر تدينا صورة للمكونات. حاجة تانية إن إحنا عندنا طبعًا بنستخدم هذه التقنيات الحديثة في أو الذكاء الاصطناعي في التعرف على لو في مومياوات حضرتك متهالكة أو حاجات آدمية مثلا عظمية، إن إحنا نكمل المكونات. يديني تصور للشكل كان عامل إزاي. بالظبط كده يا فندم، أو ممكن التابوت نفسه مثلا بتاع الموميا كان مكسور مثلا حضرتك من مادة مثلا خشبية أو مادة أو أي مواد، نقدر نتعرف على هذه المواد. التقنيات النووية بنقدر نتعرف على أصل المادة دي جاية منين. برضه بنقدر نتعرف على مكوناتها. بنقدر نعرف كمان عمر الموميا ديت قد ايه، فكل ديت بتقنيات سواء اشعاع على المستوى استخدام التقنيات الاشعاعيه او الذكاء الاصطناعي عشان ناخذ قرارات في عمليه الترميم قبل ما ندخل فيها.
أكيد. طيب فكرة استخدام الإشعاع بشكل مختلف، يعني يمكن في المجال الطبي بيستخدم للتعقيم ولزيادة العمر بالنسبة لمثلا الفاكهة والخضار وفي الحاجات اللي زي كده، نقدر نستخدمه إزاي على الآثار بحيث إن احنا نحافظ عليها بصحة جيدة يعني، أو بالشكل الجيد اللي احنا متخيلينه، وفي نفس الوقت يساعد المرمم إنه يقدر يشتغل عليها بمنتهى السهولة؟ تمام حضرتك. الاشعاعات طبعا المؤينه هي اشعاعات بتبقى طاقتها عاليه، ليها القدره على انها تؤين الوسط اللي بتتعدي فيه، وزي ما حضرتك تفضلت بنستخدمها في الاغراض الطبيه، نعمل مثلا اكس راي على مثلا على الجسم او على اي عضو في الجسم. فبنستخدمها نفس الكلام في المومياوات عشان نقدر نتعرف على المكونات بتاعه هذه الموميا، نقدر نشوف ايه الاجزاء المتصدعه مثلا او ايه الاجزاء الهشه في الموميا، ممكن تكون في العظم مثلا، ممكن تكون في الطبقه السطحيه، ممكن تكون في اللفائف اللي هي ملفوفه بيها. فبنقدر نتعرف على هذا الكلام من خلال الاشعه المعينه. طبعا بنقدر كمان بقى نستخدم الكلام الاشعه حضرتك في الحفظ، واحنا عندنا طبعا وحدتين تشعيعيه، في واحده في القاهره واحده في اسكندريه، دي بتستخدم احنا بنستخدمها حاليا الحقيقه في تشعيع بعض الاغذيه زي التوابل والادوات الطبيه، ولكن المطلوب ان احنا ان شاء الله في الخطه بتاعتنا وفي التعامل مع وزاره الاثار ان احنا ممكن نستخدمها في حفظ المومياوات دي من التلف او من مهاجمه القوارض الحشرات الدقيقه او الفطريات، واخد بال حضرتك؟ دي طبعا هتبقى حاجه كبيره جدا، يعني اتجاه جديد جدا في استخدام هذه التقنيات. وطبعا احنا في اطار الحقيقه التعاون مع وزاره الاثار في هذا الكلام، لان مصر طبعا انت عارفه حضرتك احنا يعني عندنا اكتشافات ما شاء الله على مدار يعني مش عايز اقول ايام. صحيح، باستمرار عندنا اكتشافات، ويمكن ده اللي كنت هسال حضرتك عليه دلوقتي. شعبه الذكاء الاصطناعي في الهيئه، شكل التعاون ما بينها وبين وزاره الاثار هيكون عامل ازاي؟ هو الحقيقه التعاون بيننا وبين هيئه الاثار هيبدا يدخل حضرتك في عده مجالات، منها المساعده في الاكتشافات الجديده حضرتك، ان احنا هنبدا ندخل معاهم في لو في مومياوات اكتشفت في مكان فنقدر نبدا نخش في حته زي ما قلت لحضرتك، لو نقدر ننقل هذه الموميا ان احنا نقدر نعمل لها اكس راي، او لو في جزء ثاني هنبدا نخش فيه على التعرف على اصولها، لو هي ما ينفعش تتنقل نقدر نعرف زي ما قلت لحضرتك اصولها، نقدر عمر نعرف عمر هذه الاثر باخذ عينات بسيطه غير لا تؤثر على هذا الكلام، نقدر نعملها. وفي اطار كمان التعاون الحقيقي احنا عندنا طبعا مركز تميز في داخل المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الاشعه، وده بالتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وده طبعا بيدينا هذه يعني هذا المركز التميز الحقيقي بيدينا امكانيات كبيره جدا للتعاون كمان على المستوى الدولي، وده الحقيقه يعني الهيئه الحقيقه كانت لسه من مده اقل من شهرين كان او شهرين ونص كان عندنا الحقيقه تجمع دولي كبير لاول مره على مستوى العالم في هذا المجال، استخدام التقنيات الاشعاعيه وفي حفظ وترميم جميع الاثار بقى مش المومياوات بس، يعني كان في ناس من رومانيا ممكن حضرتك نرمم ونحفظ الاثار، وبالذات الحاجات الخشبيه، الحاجات اللوحات الفنيه، طبعا الحاجات دي حضرتك الحاجات الخزفيه، ودي طبعا من الحاجات اللي بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عشان يكمل لنا الصورة الشكلية لهذا الأثر أو لهذا العنصر الأثري أو اللي احنا عايزين نستفاد بيه. أكيد، كل الشكر ليك دكتور شريف الجوهري المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. الباحثة أسماء الليثي نموذج لفتاة مصرية ناجحة قدرت أنها تتعمق في أبحاثها ودراستها بشكل مميز، عشان كده فازت بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي ببرشلونة عن أورام الجهاز الهضمي. موضوع البحث كان عن تقييم خطط جديدة لعلاج أورام الجهاز الهضمي باستخدام طرق بديلة غير العلاج الكيماوي. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر عن البحث والجائزة واللي فازت بيها أسماء الليثي. موسيقى
الباحثة أسماء الليثي فازت بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي ببرشلونة حول أورام الجهاز الهضمي، وذلك ضمن 5 فائزين آخرين من دول الهند وأوكرانيا وإيران. اشتمل موضوع البحث على تغيير خطط العلاج مستقبلاً باستخدام طرق بديلة لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلاً عن استخدام العلاج الكيماوي. وبلغ إجمالي عدد الأبحاث المقدمة لمؤتمر برشلونة 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي، وخضعت هذه الأبحاث إلى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتم اختيار 450 بحثاً للمرحلة التالية. ووقع الاختيار على 5 أبحاث متميزة حصلت على أعلى درجات التقييم بعد أن تخطت المعايير الخاصة بالأبحاث العلمية مع حصولها على أعلى الدرجات والفوز بجائزة الأمم النامية. وحصل الفائز على شهادة تقدير وجائزة مالية ومنحة السفر والإقامة على نفقة المؤتمر. وتستهدف الباحثة أسماء الليثي استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز الذي يتحدث عن خطط تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي. وسبق أن حقق بحثها المقدم لمؤتمر برلين العام الماضي حول علاج سرطان الثدي المركز الأول أيضاً، حيث اختارته لجنة تحكيم المؤتمر من بين 250 بحثاً من مختلف دول العالم، فهي تعتبر أصغر عضو في المؤتمر بين المشاركين الذين تقدموا بأفكار جديدة حول علاج أمراض السرطان. احنا معانا على التليفون دكتورة أسماء الليثي، طبعا عشان نبارك لها في البداية، هي طبيبة في الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية والفائزة بجائزة الأمم النامية عن بحثها حول أورام الجهاز الهضمي. يا دكتورة صباح الخير وألف ألف مبروك. صباح النور يا فندم، الله يبارك في حضراتكم. يا أهلا بيك. أورام الجهاز الهضمي من الأورام الشائعة، وطبعا العلاج الكيماوي من المعروف أنه له تأثيرات على حاجات كتيرة جدا، فبادرة أمل الناس هتفرح جدا ومبسوطة بوجود بحث زي بحث حضرتك. عايزين نفهم أكتر عن هذا البحث والفكرة القائم عليها بتفاصيلها. البحث ده كان بيناقش دور الكيماوي في علاج نوع معين من أورام الجهاز الهضمي اسمه النيورو اندوكراين تيومرز، وده عبارة عن نوع من الأورام عبارة عن خلايا غدد صماء بتتفاعل مع الجهاز العصبي فبتنتج هرمونات. فمن المعروف طبعا الفترة اللي فاتت ان العلاج الكيماوي اصبح ركيزة من ركائز العلاج في الأورام، ولكن كان في جدال بخصوص مدى فعالية استخدامه الفترة الأخيرة في علاج النيورو اندوكراين تيومرز، فدي كانت النقطة الأساسية في البحث بتاعي الحمد لله. تم عمل الإحصائيات اللازمة والتحليل الإحصائي واستخراج النتائج بخصوص النقطة دي. أكيد أبحاث كتير اتعملت بخصوص علاج الأورام، وانتي لما تقدمتي للمسابقة كانوا أكتر من 1200 بحث متقدمين، وصلتوا لتصفيات يمكن وصلتوا ل 450 بحث، وصلتوا لخمس أبحاث في الآخر من 5 دول، والبحث بتاعك اتكرم وفاز. قوليلنا بقى المراحل اللي انتي مريتي بيها دكتورة. والله المراحل، اول مرحله خالص هو ان انا اقدر الاقي اتوصل لفكره اطلع منها بنتائج مفيده تفيد مرضى الاورام وتفيد الجايد لاينز الحاليه في علاج النيورو اندوكراين تيومرز. وبعد كده قدمت للمؤتمر عشان البحث يتعرض عادي خالص، وبعدين البحث اترشح لجائزه الامم الناميه، وبعدين دخلت في مراحل التصفيات، وهناك في المؤتمر الحمد لله اتكرمت من ضمن الاربع من ضمن الخمس باحثين الفائزين بالجائزه دي. انا عارف انه ممكن يا دكتوره يكون مش في تخصص حضرتك قوي، لكن امتى ممكن نشوف علاج لاورام الجهاز الهضمي غير الكيماوي؟ هو الكيماوي ده بيحتاج ايه؟ هو العلاج علاج الاورام مش موحد، وكل كل مريض بيحتاج خطه علاج مختلفه عن المريض عن مريض تاني. ده بيعتمد على تقييم الطبيب المعالج لحالة المريض، حالته الصحية ونوع الورم نفسه ومدى استجابة الورم ده للعلاج الفلاني. فبالتالي مفيش خطة علاج موحدة لمرض السرطان، بس طبعا الخطوط المعترف بها او زي ما قلت الركائز الاساسيه لعلاج الاورام هي يا اما استئصال جراحي لو كان ينفع الاستئصال، العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي، ولكن كل نوع بيبقى ليه خطه علاج مختلفه، وكذلك كل مريض بيحتاج خطه قد تختلف عن مريض اخر.
دي مش أول مرة ليك يا دكتورة تفوزي بجائزة في العلاج البديل للسرطان. السنة اللي فاتت في مؤتمر برلين كان عندك برضو المركز الأول في بحث خاص بسرطان الثدي. بنت شمال سيناء يعني مهتمة جدا بالدراسات ومهتمة جدا بالمشاركة في المسابقات الدولية. حقيقة ده يعني ده شيء يسعدني، خصوصا ان انا مهتمة بالبحث العلمي جدا من ايام سنين دراستي في الكلية، والفوز بالمسابقات ده بيديني دافع ان انا مش بس اكمل واستمر، بالعكس ان انا احاول انشر المعرفة وان انا اساعد الدايرة اللي حواليا او اي حد مهتم برضه ان هو يمشي في طريق البحث العلمي ويشارك في المؤتمرات الدولية، وده شيء يسعدني جدا ويديني دافع. المؤتمر السنة اللي فاتت أنا قلت قبل كده إن مؤتمر برلين أنا قلت إن هو مش هيبقى أول، يعني هو كان أول مؤتمر قلت مش هيبقى آخر مؤتمر، وده حصل بالفعل. بالعكس بعد شاركت في 4 أو 5 مؤتمرات سافرت وحضرت هناك وقدمت أبحاثي بنفسي، ومنهم وغير مؤتمرات برضه شاركت فيها أونلاين لأني ما قدرتش أسافر. فبس يعني الفوز بالمسابقات على التوالي ده بيديني دافع ان انا اكمل واستمر في اللي انا بداته حقيقه، وده شيء بيدعو يعني بيخليني فخوره ان انا بفوز وان انا حابه ان انا انشر العلم اللي انا بتعلمه. اكيد وكذلك كل... تشجيع السيد اللواء محافظ شمال سيناء ليا، ده بيديني برضه دافع في كل خطوه بخطوها بلاقي تشجيع من السيد اللواء محافظ شمال سيناء، وكذلك مشايخ وعواقل ونواب شمال سيناء وكل اهل شمال سيناء. فانا سعيده حقيقي جدا، واحنا كمان سعداء وفخورين جدا بيكي طبعا وبالتوفيق في اللي جاي. يعني بتقول لك السنه اللي فاتت كان عندها مؤتمر، السنه دي برلين، السنه دي برشلونه، نشوف بقى هنروح معاها ان شاء الله ربنا يوفقها انهي دوله اوروبيه السنه الجايه ان شاء الله ببحث مختلف. كل الشكر ليكي الدكتوره اسماء الليسي الفائزه بجائزه الامم الناميه عن بحثها حول اورام الجهاز الهضمي. شكرا جزيلا ليكي والف مبروك. دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني من كبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وأكد المسؤولون في برقيات التهنئة أن ذكرى ثورة 23 من يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، متمنين أن يعيد الله هذه الذكرى المجيدة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات. أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو أنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وذكرت المتحدثة باسم الحلف أوانو لوجينيسكو أن مجلس حلف شمال الأطلنطي أوكرانيا الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام والذي يشرف على صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. I also welcome the major new announcements of military support made by NATO. لقي 4 أشخاص مسرهم وأصيب 10 آخرون في انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، ومضيفا أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين. أخفق وزراء الطاقة في مجموعة 20 في اجتماعهم في الهند في الاتفاق على خارطة الطريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمية. وخلال البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، ويعد هذا الوقود مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند. Such as strengthening the multilateral development banks and taking coordinated climate action. قالت السلطات اليونانية إن حريق غابات مستعرا في جزيرة رودز منذ 5 أيام أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق. وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا
أجلت ما لا يقل عن 2000 شخص بينهم سائحون من الشواطئ القريبة من الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة. وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ عدة أيام وأججته الرياح العاتية. نظم آلاف الإسرائيليين مسيرة في القدس المحتلة احتجاجا على مشروع قانون حكومي يهدف لإصلاح منظومة القضاء. تأتي الاحتجاجات قبيل تصويت أعضاء البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون المقرر غدا الاثنين. ورياضيا، توج فريق سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بعد فوزه على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد برج العرب في الأسكندرية. سجل رباعية سيراميكا محمد عنتر وصلاح محسن ومحمد شكري والنيجيري صامويل أمادي، وفيما أحرز هدف المصري الوحيد لاعبه حسام جريشة. ويعد هذا اللقب الأول الذي حققه فريق سيراميكا كليوباترا في تاريخه، فيما تعتبر هذه هي النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية، حيث توج بلقب النسخة الأولى الموسم الماضي فريق فيوتشر. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. يمكن من أبرز الأمراض المرتبطة بفصل الصيف عند الأطفال مرض الجديري المائي. المرض ده له طرق علاج مختلفة وغير مقلق على الإطلاق، لكن في نفس الوقت اللي لازم الأسرة تاخد بالها في تشخيص المرض ده علشان الموضوع ما يوصلش لمشاكل كبيرة بقدر الله. ربنا يحفظ الجميع. اللهم أمين. المشكلة كمان أنه أعراضه مختلفة وما بتظهرش كلها مع بعض، يعني ممكن مثلا الطفل يجي له ارتفاع في درجة الحرارة وإحنا ما نبقاش عارفين أن عنده الجدير المائي، ممكن يكون ارتفاع درجة الحرارة لأي سبب، بيسنن، تعب، أي حاجة، عنده برد، فنتعامل معاه عادي. طيب هل هو طبعا معدي، هل ممكن نتعدي ولمجرد ان المرض موجود عنده، ولا لازم يكون بدا الطفح الجلدي موجود عنده هنا نقدر نقول ان هو معدي؟ ازاي نقي اطفالنا؟ هل التطعيمات بتقي من الجدير المائي ولا لا؟ كل هذه التفاصيل وكل هذه الاسئله الناس كلها بتسالها هيجاوبنا عليها دلوقتي الدكتور عمرو سالم استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل عليكم. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الناس بتسال وهو موضوع قديم، يعني ما هوش موضوع جديد، واعتقد ان كلنا بقت عندنا خبره في التعامل معاه، لكن عايزين نعرف منك في البدايه المفهوم العلمي لمرض الجدير المائي. بص، هو مرض فيروسي بيتنقل نتيجه فيروس اسمه الفاريسيلا. الفاريسيلا ده بيتنقل عن طريق النفس والرذاذ والكونتاكت مع النفس. مشكلة في الفيروس ده ان هو لما بيجي بيقعد يوم او يومين يعمل زي ما انت قلت اعراض برد عادي خالص، ممكن يكون خمول، الشهية مش حلوة، حرارة، ممكن تطلقت وممكن ما تطلقتش، ممكن ما يبانش لسه عليه اي طفح جلدي خالص. فالام تقول لا، هو مثلا في العمر ده مثلا عنده سنة ونص، اصل هو عنده ناب بيطلع او درس بيطلع، طب هو هيروح الحضانة عادي، هو لسه ما ظهرش على الجلد اي حاجة خالص. تروح الحضانة فهيغلسوا عليها، هيقولوا لها لا مش هيخش عشان هو سخن، فتقول لا هو ما عندوش اي حاجة، هو فعلا ما عندوش اي حاجة لسه باينة عليه، فهيدخلوه. الفترة اللي هم اليومين قبل ما الطفح الجلدي هيظهر على جلد الطفل، الفترة دي هو معدي فيها. هيخش هيقعد في أماكن مقفولة مع أطفال، النفس في بعض، بيكحوا بعدين مع بعض، بيتنفسوا في وش بعض، هو عدى الحضانة كلها. بعد كده بعد يوم أو يومين بيبتدي بقى يظهر الطفح الجلدي، فتقول لهم لا أنا خلاص مش هجيبه تاني دلوقتي عشان هو بعد عيان. إيه بقى؟ بعد إيه بالظبط؟ طيب بس بقى في مرحلة الطفح الجلدي هو لسه معدي؟ هو بيفضل لحد ما الطفح الجلدي ده ينشف تماما، يعني هو الطفح الجلدي ده بيعدي في 3 مراحل. الاول حبيبات كده صغيره حمراء بتبتدي طبعا في سيكونس معين في الجسم، وبعد كده تقلب ان هي تعبي شويه سائل، وبعد كده السائل ده تفتح، وبعد كده تعمل قشره، لحد ما الحبات دي كلها والحبيبات دي كلها تنشف وتعمل قشره، الطفل ده لسه معدي.
تعلمنا كده اول ما الولاد وهم صغيرين اول ما تبتدي الحراره ونبص في زورهم نلاقيهم تمام مفيش حاجه، تبتدي بقى ندور ورا الودان. أيوة. حوالين البطن في حاجات كده بنعرفها باي ديفولت. لا هو ما زالت نفس الاماكن بندور حقيقي فيها. اه هو بيبتدي فعلا كده، وزي ما انت بتقولي ده بيفرق كمان مع الاطفال اللي عندها حساسيه حشريه. فتيجي الام تقول لا هو عنده حبوب كتير بس انا هنزله هخليه يختلط لان هو عنده حساسيه حشريه ودايما دايما بيتقرص وبيعمل نفس المشكله. طيب ايه اسباب الاصابه بيه؟ اسباب الاصابه بيه هو التعرض للفيروس نفسه لطفل تعبان تاني، طفل عيان ابتدى ان هو كلها عدوى يعني. كلها عدوى لازم لازم في عدوى حصلت، الفيروس نفسه جاله انتقل من حد او انتقل عن طريق السائل اللي موجود في الجلد. طيب يعني هو فيروس زي البرد مثلا كده يعني ما فيش حاجه شديده الخطوره؟ ما فيهوش حاجه شديده الخطوره الا في بعض الناس مع اعمار معينه، مع ان هو ماشي على علاج معين بينزل المناعه شويه، فممكن الفيروس هنا يتفاقم شويه فيبتدي يعمل لنا اعراض جانبيه اكتر شويه من موضوع الجلد. بس ده مش يعني ده نسبه بسيطه جدا. زي ايه مثلا يا فندم؟ لا ممكن يعمل لنا التهاب على المخ، ممكن لا مع مين؟ مع مين بالظبط ممكن؟ طبعا الاطفال الصغيرين، الناس الكبار في السن، الناس اللي ماشيه على ادويه للمناعه بتثبط المناعه عندهم، كل الاطفال دول او الناس دي بتبقى عرضه ان لو جاله الفيروس ممكن الموضوع يتفاقم معاه شويه. احنا العدوى بتبقى عامله ازاي يا دكتور؟ بتبقى من النفس ومن ولا من التلامس مع القشره؟ يعني دلوقتي احنا عندنا حد مصاب بالجدري المائي في البيت، هنتعامل ازاي؟ هنطهر المكان المحيط بيه ازاي؟ الهدوم لو عنده نايم بقى في السرير او في اوضه او كده، التعامل بقى مع المخدات والملايات والهدوم نفسها ازاي؟ هل بتتغسل مع باقي حاجات الاسره؟ لا طبعا هو فعلا بياكل في وبتتغسل حاجته لوحدها مش في نفس الاطباق وفي نفس استخدام الادوات المائده يعني مع بعض؟ بيبقى بقى لوحدها بحاجات لوحدها ولا بنتعامل ازاي؟ هو زي ما حضرتك اتفضلتي، لا هو فعلا لازم بيتعزل لوحده، بيبقى في البيت وكل حاجه بس بيبقى معزول بحد ما. طبعا بيبقى صعب شويه ان احنا نطبق الكلام ده لو في اطفال كتير في البيت او الام قاعده معاها اربع اطفال، بيبقى صعب الموضوع ده، بس بقدر الامكان طبعا بالنفس الاستحمام بتاعه المفروض ان هو يحاول ما يستحماش في اول من 5 لـ7 ايام، الفتره اللي فيه لسه فيها الحبيبات دي كلها فيها لسه ميه طري. فلما يجي يستحمى وينشف الكلام ده ممكن يفتح الحبيبات دي وتبتدي تبقى معديه، فبنحاول ننشر العدوى اسرع، يستنشر العدوى اكتر. الهدوم برضو بتاعته بتتغسل لوحدها، بتتحط عليها مطهرات معينه، المفروض ان هو لما يستحمى ما يحطش اي كيميكلز ممكن تزود الهرش عنده فتخليه ان هو لما يهرش يعور نفسه اكتر. المفروض ان هو طبعا ما بينزلش بقى ولا تمارين ولا بسين ولا الكلام ده كله بالبديهيه لان طبعًا. هو اصلا معدي. طيب انا سمعت مش متاكد ان هو بيصيب العين في بعض الاوقات او الحلق فعلاً. يعني فعلاً. مش جلدي بس، مش طفح جلدي بس. يس ده اللي بقولك عليه، ان هو ممكن يبقى على قد الجلد اللي هو الشكل التقليدي اللي احنا بنشوفه، لكن ممكن يطلع في البق والطفل ده ما يعرفش ياكل خالص، ممكن يطلع في العين، ممكن يطلع في الشعر ويبتدي ان هو عنده وجع جامد جدا. طيب حضرتك لسه بتقول مفيش تمارين الولاد تنزلها، ما تنزلش البيسين، مرحله ما قبل ظهور الحبوب الام لسه بتنزل البيسين؟ هي المفروض ان الطفل وابني ربنا يحفظ كل الولاد نازل البسين وهما الاثنين موجودين في نفس هي المشكله في كده. لا هو اول ما تلاقي على الطفل اي اعراض المفروض ان هي تقعده 48 ساعه مثلا لحد ما يبان الطفل ده ايه، هل هو فعلا عنده اعراض تسنين، عنده دور برد بس مش جدري مائي، عنده دور برد من نوع تاني انفلونزا فيروس او اي نوع تاني من انواع الفيروسات وهيبان عليه بشكل تاني. نعرف بس ايه سببه، لكن ما ينفعش ان الطفل يبقى تعبان مكسر مهمد، النهارده الطفل ده مش في طبيعته وانا اقول هينزل تمارين. لا انا ممكن اولا اضره ان هو ياخد ميكروب اقوى من اللي عنده، او ان هو يعدي اطفال تانية في التجمع في البسين في اي حته، او لو هو تعبان نبقى بنرهق عضله القلب وبنرهق الدوره الدمويه، هو تعبان مش قادر. يس احنا مش مظبوط ان احنا ننزل طفل تعبان كده، بنكون بنرهق الجسم زياده. دي حقيقه. طيب اتكلمت عن كبار السن والاطفال، ما اتكلمناش عن الحوامل، هل في خطوره لو اصيبت هي اكيد اكيد. وكمان الحوامل بنفرقهم، هو جالها العدوى عند عمر قد ايه في الحمل بتاعها، يعني في الفتره الاولانيه لا في مشكله على الجنين، في الفتره الاخرانيه ممكن يتولد وعنده مثلا التهاب رئوي او حاجه في الطفل في الجنين اللي هيتولد. فعشان كده الامهات كلها اللي هي ناويه ان هي داخله على مشروع حمله المفروض ان هي تكون متطعمه، او نراجع الفاكسينيشن كارد بتاعها ونشوف هي متطعمه ولا لا، ممكن تاخد عادي خالص تطعيم. التطعيم بيقي تماما من الاصابه بيه 90% مثلا، وحتى الطفل يعني هو بيدي حمايه مثلا حوالي 90%، بس حتى الطفل اللي طعم قبل كده لو جاله الجدري مائي ما بياخدش بقى نفس المنظر او ان احنا يتفاقم زي ما احنا ذكرنا في الاول. لا ممكن بس تبقى حبايه او حبايتين كده، حاجه بسيطه قوي، ما تبقاش جامده الحراره، ما تبقاش جامده. طيب دكتور، الام اللي بتتعامل مع طفلها مريض الجدري، ايه البريكوشنز او ايه الاجراءات اللي هي تاخدها بحيث ان هي ما تتعديش هي شخصيا؟
طبعا النفس انها هتبقى مكنه عدوى ناقله للعدوى زي ما في قلت كل لك البيت. ان هي مثلا بيبقى صعب ان احنا نعمل الموضوع ده لو في اربع اطفال في البيت او لو جوزها مسافر وهي قاعده لوحدها في البيت بيبقى صعب عليها شويه، بس طبعا على قد ما نقدر ان احنا ما نعملش تلامس مع الجلد المصاب، ما يبقاش النفس بتاعنا في بعض، حتى لو نايمين في سرير واحد بنحاول ان احنا نعكس يعني نايمين عكس بعض الرجل في الراس يعني بنعملهم عكس بعض، وان كان ده مش صح المفروض ان احنا بنعزل تماما لان النفس بتاعه معدي وهي نفسها ممكن تكون معدي ليها ويكون في طفل تاني رضيع في البيت، فتلاقي بقى زي ما حضرتك تفضلت ان هو يلف في البيت كله. طيب انا عرفت ان انا احتكيت بطفل عنده الجدور المائي بعد ما روحت مثلا، كنا قاعدين مع بعض وروحت وعرفت ان هو جاله، هل في اي اجراءات انا ممكن اعملها؟ خالص، بس انت بتاخد الحذر ان انت تراقب حرارتك اخبارها ايه، هل فعلا عندك اي اعراض ولا لا. هو هيبان عليك امتى؟ بيبان عليك من بعد 7 ل 10 ايام، يعني مش معنى ان انت تعرضت له النهارده تاني يوم يظهر معاك حاجه. طب ما دي فتره حضانه طويله جدا ان انا ابقى قاعد مراقب نفسي وقاعد اربط الاحداث ما بين ان انا احتكيت بطفل. طب هل بينتقل بين الكبار برضو؟ حقيقي بينتقل، عشان كده تلاقي مثلا اطفال في الحضانات بيعدوا التيتشرز بتاعتهم او تلاقي حد كبير عادي جاله جديري. فهو فعلا بينتقل بس مش بنفس العرضه للاطفال اللي هم بتوع المدارس اللي هم مثلا من سن 4 ل 7 سنين، لا السن ده اكتر طبعا فئه عمريه مش قادرين يلموا بامور الهيجين كويس، مش قادرين يظبطوا بالظبط بالظبط، لكن الكبار برضو بيجي لهم. طيب لو حد جاله مره هل بيجي له تاني؟ للناس ولا ليك؟ عشان احنا قلنا هشيل منا على جنب. لا المفروض ان هو لا ما بيجلوش تاني، هي بتبقى مره وبياخد منها مناعه ما بيجلوش تاني. طب هل في حاجه تانية مشابهه ليه يعني قد تتخيل مثلا هي كانت بتقول لك قبل الهوا ان هي جالها مره واثنين وثلاثه؟ ده كان بره الهوا احنا فجاه ضبع معانا كلنا كده. ممكن تكون يعني يكون مرض تاني مثلا مشابه، اعراضه مشابهه او كده. دي حقيقه، دي حقيقه حقيقه، ان احنا ممكن يكون في بعض الفيروسات التانيه، وفي جزء كبير كده في الامراض الجلديه عندنا طب الفيروسات اللي ليها كمان يعني اعراض جلديه، فيظهر حبوب بس ما تكونش نتيجه الجديري المائي. في حاجات كتير قوي، في متلازمه اليد والقدم، في حساسيه حشريه ممكن تعمل، في بعض الاطفال بيجي لها حساسيه بتبقى عندهم جلدهم كله حبوب بس بتبقى مواصفات تانية. بس سهل التفريق يا دكتور بين متلازمه اليد والقدم عن الجديري؟ ان دي بتبقى موجوده في اماكن أكيد. محدده وبتظهر فين اول حاجه؟ بتظهر فين اول حاجه؟ التاريخ المرضي بتاعه، هل هو فعلا في حاجه في بقه ولا لا، في عينه ولا لا بالظبط. فاعتقد بتبقى سهل التفرقه بينهم بالزبط. بالنسبه بالزبط. للطبيب، لكن للامهات في البيت بتتعامل على طول على انه كله هي هتروح للدكتور. هتروح للدكتور الحته الثانيه تفتح زور تبص فيه ده مش مظبوطه قوي، لان ممكن يكون في حاجه هتختلط عليها مش صح. طيب هو لازم اي حد ابنه يجيله الجدير المائي يروح للدكتور؟ مش لازم في الامور البسيطه، يعني لو هو فعلا على قد ان الحبوب واضحه قوي لا ممكن تتواصل مع الدكتور ويقول لها هتتابع ايه وتعمل ايه. لو لقى ان الموضوع بيتفاقم منها لا هيحدد للطفل ميعاد معين في غير مواعيد العياده ويقدر ان هو يبص عليه علشان ما ينقلش العدوى لاطفال تانيه. انا بسالك عشان برضو هل علاجه ثابت بالنسبه لكل الاطفال؟ صدقني هو ملوش علاج وثابت، مثلا انت حضرتك عارف ان احنا بنسال بعض يعني الجرام بتسال بعضها. لا صدقني هو ملوش علاج، يعني هو فيروس في الاخر هيبقى محدود، الفتره بتاعته محدوده، مجرد بس ان احنا ناخد خوافض حراره لو احنا عندنا حراره، ناخد حاجات تقلل الهرش زي اللوشنز المشهوره في الصيدليات اللي بتقلل الهرش بتاع الجلد، ممكن نشرب سوائل كويسه قوي، وهو في الاخر فيروس هيروح لوحده. لقينا الحراره طولت، لقينا الاعراض بتشد عليه. طولت عن قد ايه؟ لا طولت مثلا يومين ثلاثه اربعه، حراره بتزيد قوي، ما بتستجبش بسرعه لخوافض الحراره، ابتدى الطفل ده ادوار دور البرد نفسه يبان عليه قوي، ابتدى يبقى فيه سيلان شديد في الانف، فيه كحه جامده، لا الطفل مش ماشي في المشوار البسيط بتاعه خالص. لا ممكن هنا نحط انتي فيروس مش انتي بيوتيك، لان برضو الامهات تقول لك لا ده هو عنده الحراره عاليه قوي انا هحط مضاد حيوي. هو مش هيفيده في اي حاجه، ممكن يضره بالعكس. احنا بناخد انتي فيروس اللي هو الماده العلميه اللي هي اسايكلوفير، موجوده بقى في منتجات كتير قوي، ودي ممكن الدكتور يوصف لها بالتليفون لو اتاكد ان هو فعلا جديري مائي. اكيد. طيب دكتور احنا بنقول انه بينتشر بين الاطفال خصوصا في الحضانات وخصوصا في المدارس، ليه بقى احنا بنحس ان الجديري منتشر اكتر في فصل الصيف برغم ان احنا بنكون اجازات؟ دي فتره النشاط اصلا بتاع الفيروس، هي من شهر 3 لحد شهر 5 دي اكتر فتره الفيروس ده بيبقى نشط فيها، طبعا مع الاختلاط بتاع المدارس والحضانات بيزود اكتر. اكيد اكيد. الأطفال بتتعامل في قصة الجديري دي وكأنها الموضوع بسيط يعني وكأنه دور برد، الأعراض اللي هتبقى موجودة عندنا الحرارة زي ما حضرتك قلت
الطفح الجلدي، هل بقى بيدخل معاها احتقان زور، سيلان في الانف؟ هل ممكن نوصل للمرحله دي؟ ودن بتوجع، بطن يعني الاطفال حقيقي ما نبقاش عارفين لهم كتالوج. هو دور برد فيروسي، فهو في الاخر ان هو ممكن يجي له كل الاعراض اللي هي بتاعه الالتهاب الفيروسي، تكسير في الجسم، سوء في الشهيه، حراره بسيطه. ساعات امها تقول لك لا خليه ياخد الجودير ويخلص عشان ما يجيلوش تاني. بنقول لها لا، مفيش حاجه اسمها كده، انت لازم تطعمي. يعني تخلي ابنها يتعدي؟ لا هي مش بتقول، احنا بنعرض عليها لما في بيبقى في بيت في اكتر من طفل يقول لك حطهم كلهم مع بعض ياخد الدور مره واحده ويبقى خلاص. تقول لك لا لا، في تطعيم بيحمي من الموضوع ده. تقول لك لا، ولا تطعيم ولا حاجه، خليه ياخد الدور علشان مناعته تقوى وياخد. لا، اصل انت مش ضامنه ان هو هيمشي في السكه البسيطه بتاعته، ممكن يتفاقم ويدخلنا في مشاكل اكبر. صحيح. طيب هل في امراض جلديه تانية ممكن تصيب الاطفال في فصل الصيف؟ طبعا الارتكاليا الحشريه بتبقى مشهوره قوي، متلازمه اليد والقدم برضو في دخله الصيف، واحيانا في دخله الشتاء برضو ممكن تزيد شويه. دي اشهر الحاجات اللي بتيجي. طيب دكتور، ان شاء الله يكون الدور خفيف وبسيط وعدى على البيت خلاص والطفل خف. دور الام هنا او دور المسؤول عن البيت في ان هو يعيد تعقيم البيت ويعيد تنظيف البيت عشان يتاكد ان الفيروس ده خرج مش راجع لنا تاني. طبعًا. هنعمل ايه بقى في الاوضه اللي الطفل كان فيها، في الطفل نفسه، في المحيطين بيه، في ادوات المائده، في العابه اللي لعب بيها؟ كل دي حاجات ناقله للمرض. ايه تاني ممكن يكون ناقل للمرض انا مش واخده بالي؟ هو اهم حاجه طبعا النفس بتاعه، فهو ادام خفف خلاص هو ما بقاش معدي. الاوضه بتتهوى كويس قوي، نهوي الاوضه كويس قوي، كل المتعلقات بتاعته بتتغسل، تتغسل لوحدها خالص، ميه وصابون عادي خالص بتتغسل كده. احنا لحد ما الموضوع ان شاء الله ما بقاش في مشكله. هنحتاج بقى ان احنا الاطفال الباقيين اللي في البيت او حتى الطفل ده بعد ما خلص، ان احنا ناخد بالنا من تغذيته، نحط حاجات فيها فيتامينز كويسه، ياكل حاجات فيها غنيه بالفيتامينز، الوان كتير، فلفل الوان، ياكل خضروات. بس هو اثناء المرض بيبقى نفسه مسدوده ومش قادر ياكل، نفس الاعراض اللي بتبقى موجوده عند الاطفال اللي بيبقى عندهم احتقان في الزور او بيبقوا مقريفين مش عايزين، واحنا الجو حر ما حدش مستحمل شوربه. عشان كده ممكن يحتاج ان هو ياخد الحاجات السوفت شويه او الحاجات السوائل شويه، ممكن دي يقبلها، لكن اكل ان هو نفسه تجيبه ان هو ياكل الوجبه بتاعته الطبيعيه لا، ممكن ما يحصلش قوي. طيب بما ان دلوقتي بقى يعني الفتره دي درجه الحراره مرتفعه والجو حر قوي، هل في اي طريقه نحمي اولادنا من اشعه الشمس؟ هي ليها مشكلتين. اول حاجه الشمس للجلد اخبارها ايه؟ يعني هل الحرق بتاع الجلد، والناس اللي تسافر طبعا تقعد فترات طويله على البحر، كل الكلام ده بيبقى مشكله للجلد، فده بيحتاج ان احنا نحط سان بلوك مخصص للطفل ده ونحطه بالاساليب المظبوطه بتاعته علشان نستفيد منه. ده بالنسبه للشمس على الجلد. اما درجه الحراره بقى لو هي عاليه قوي طبعا هتعمل لنا مشكله، ممكن تدخلنا في جفاف، ممكن تدخلنا تعمل مشاكل الاطفال بالذات الصغيرين في العمر وفي الوزن، ممكن الحر الجامد ده يأذيهم جامد قوي. اكيد. طيب دكتور اخر سؤال كده، علشان الصيف يعدي علينا بسلام وامان، نقدر نعمل ايه علشان نبقى محافظين على اولادنا اطول فتره ممكنه ان شاء الله ربنا يحفظهم طول فتره الصيف؟ بصي، نحاول بقدر المستطاع لو احنا اطفالنا تعبانه او عارفين انه في طفل تعبان، بلاش اختلاط خالص. يعني بلاش ان احنا لا، الزياره دي لازم تتم عشان مرتبين لها بقالنا فتره، بس ابني النهارده جه سخن او مكسر، لا بلاش من الزياره دي خالص. نحاول ان احنا في اكلهم، انا بحافظ عليه وبحافظ على الناس كمان، حافظ عليهم وحافظ على الناس. الاكل بتاعنا يا ريت ان هو دايما يبقى غني بالفيتامينز بتاعتنا، ناكل اكل متوازن علشان ده كله بيحسن مناعه الجسم، نشرب سوائل بكميه كويسه قوي، وان شاء الله ربنا يحفظنا يا رب. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور عمرو سالم استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، شكرا جزيلا ليك يا فندم. ميرسي، شكرا ليك. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمره معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق الأهلي اختتم تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز اليوم المؤجلة من الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، وتدرب الأهلي على ملعب مختار التتش، وهيدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد الدفاع الجوي. فريق سيراميكا توج بلقب كأسة الرابطة للمرة الأولى في تاريخه بعد ما حقق فوز كبير على المصري بورسعيدي بنتيجة 4-1 في اللقاء اللي جمعهم على استاد برج العرب الأسكندرية في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية. We'll be right back.
فريق الزمالك استأنف تدريباته الجماعية استعدادا لخوض البطولة العربية المقررة له في المملكة العربية السعودية نهاية الشهر، وده بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب انتهاء الموسم. وشهدت تدريبات الفريق انتظام مجموعة اللاعبين العائدين من الإعارة، وهم يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب، ومحمود علاء، وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط. لجنة الكرة بالنادي البنك الأهلي أعلنت التعاقد مع أحمد مدبولي لاعب وسط نادي الإسماعيلي السابق لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر. منتخب كرة السلة آنسات تحت 19 سنة خسر أمام أستراليا بنتيجة 70-45 في مباريات تحديد المراكز بكأس العالم التي ستقام أو بتقام بإسبانيا. منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة ناشئين حجز بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميا بعدما نجح في الفوز على منتخب مالي في نصف نهائي بطولة إفريقيا بنتيجة 66-58. نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي موسى ديابي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، ده قادما من نظيره بايرن ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووقع ديابي عقدا مع أستون فيلا حتى عام 2028. أعلن نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم السبت تعاقده رسميا مع المهاجم السويسري نوا أوكافور خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل. وأضاف بيان نادي ميلان توقيع المهاجم السويسري عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق. نادي بروسيا دورتموند الألماني جدد بشكل رسمي عقد لاعبه إيمري تشان، وأصدر دورتموند بيانا رسميا أعلن خلاله تجديد عقد إيمري تشان لمدة 3 سنوات لينتهي في يونيو 2026. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية منا وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديانا. في شك أن ارتفاع درجة الحرارة ليه تأثير كبير جدا وتحديدا على قطاع الزراعة، لكن في محاصيل ما بتستحملش حتى ارتفاع درجة الحرارة وحجم إنتاجها بيتأثر بشكل كبير جدا من الجو، زي مثلا المانجا والزيتون والتمور والموالح وغيرها من المحاصيل الزراعيه منه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن تاثير موجه الطقس الحار على المحاصيل الزراعيه. بنرحب في فقرتنا النهارده بدكتور محمد علي فهيم، استاذ ورئيس مركز التغيرات المناخيه بوزاره الزراعه ومستشار وزير الزراعه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ منى. صباح الخير استاذ محمد. اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. احنا بنمر يمكن باحر موجه طقس على مدار سنين كبيرة جدا في مصر الأسبوع اللي فات، لكن عايزين نعرف الطقس اللي احنا فيه ده طبيعي انه يبقى اللي بيحصل فيه ده، ولا ده بسبب التغيرات المناخية احنا بقينا حاسين بالحرارة بشدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضراتكم جدا وبشكر التلفزيون المصري على توطين ثقافة المناخ في نفوس الناس. لفترات طويلة جدا كان المناخ في نفوس الناس عبارة عن درجة حرارة الطقس وغيره، لكن هو الموضوع اعمق واكبر من كده بكتير، ولازم الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي في موضوع المناخ عشان كله يرتب حاله على هذا الاساس. طبعا اللي بيحدث ده غير طبيعي، ده راجع في المقام الاول لظاهره التغيرات المناخيه. طبعا لو كلنا فاكرين شهور قليله كان في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مصر كان لها رياده كبيره جدا ورفعت صوتها وصوت كل الدول الناميه وقالت يجب ان يتوقف هذا التغير الكبير في المناخ نتيجه ان يتوقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الدول الصناعيه. دول الصناعية على مدار 27 مؤتمر أطراف قبل مؤتمر شرم الشيخ، يعني في كل مرة تتنصل من تعهداتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو حتى تعويض الدول المضارة. أنا كمصر دولة زراعية أو أي دولة عندما يحدث مشكلة بسبب تغير مناخ أنا ذنبي إيه؟ أنا ماليش أي ذنب لا من قريب ولا من بعيد، ويجب على هذه الدول أن تقوم بالالتزام بتعهداتها. طيب ايه سبب هذه الموجه بهذا الشكل؟ يعني بنسمع مثلا يقول لك ايه في منخفض جوي قادما مش عارف من منين، في مرتفع جوي، عايزين نبسط الدنيا اكتر. طب نبسط الموضوع جدا، وزي ما قلنا خلاص السبب الاساسي هو ما يسمى بتغير مناخ. الفتره دي نصف الكره الشمالي هو اللي بيشهد الصيف، الشمس عموديه على مدار السرطان تحت اسوان من بعد 21 يونيو، فاصبحت اشعه الشمس قصيره وطاقتها الحراريه عاليه، حتى لما نسمع كلمه 40 درجه، طب ما 40 درجه عدت في شهر 5 وما حدش شاف الحر ده، كان 40 درجه برضه كان 39، ايه الفرق ما بين 40 في شهر مايو و40 بعد 21 يونيو او في شهر ابيب؟ بالمناسبه احنا في شهر ابيب النهارده تقريبا 15
أبيب، يعني نص شهر أبيب، والمزارع عارف يعني إيه شهر أبيب، أحر شهر في السنة، وهينتهي إن شاء الله يوم 7 أغسطس. اللي بيحدث الآن إن في مرتفع كبير فوق البحر المتوسط، ده عمل حاجة زي اسمها القبة الحرارية، حبس درجة الحرارة. المفروض درجة الحرارة لما بتيجي بالنهار كل حاجة بتسخن، يجي بالليل بيحصل ريليز، يبتدي الحرارة تطلع ويحصل بقى تلطيف للجو. اللي بيحصل إن في قبة حرارية دلوقتي، كل الحرارة ما تحاول تطلع الحرارة من ترجع تحبسها، عشان كده درجة الحرارة بالليل 28 و30، يعني حضرتك الساعة 1 بالليل و2 بالليل و3 بالليل حاسس إن في كتمة، في صهد، يا زي ما بنقول يعني أهلينا. الصهد ده ناتج عليه ناتج إن مفيش تسريب للحرارة، فتيجي شمس تاني يوم تزود التراكم بتاع الحرارة، ما يلحقش بالليل يطلع أو ينبعث، ويجوا هكذا لغاية ما سببت هذه الحالة من الصهد الكبير. وكمان إيه جاي معايا رطوبة نسبية عالية، طبعا طبيعة الحرارة العالية لازم يكون فيه رطوبة نسبية عالية، فتزودت الإحساس جدا بدرجات الحرارة، وأحيانا بتؤدي لما يسمى بالإجهاد الحراري، ودي مشكلة كبيرة لكل المواطنين والمزارعين. لو في وقت بقى نتكلم على موضوع الإجهاد الحراري، مهم جدا إزاي أقدر أقي نفسي من موضوع الإجهاد الحراري، لأن أسبابه موجودة، حرارة عالية ورطوبة عالية، يتبقى بس أنا بقى رد فعلي إيه. طيب دكتور، نتعود يعني على الجو ده هيفضل معانا بالمنظر ده بعد كده وهيبقى ده السائد في الفترات القادمه، ولا دي حاجه مرحليه مع محاوله يعني تخفيف الانبعاثات الحراريه الوضع قد يستقر ويرجع تاني على سابقته؟ انت يعني السؤال ده دايما بيزنقني، لان الاخر بيجيبها في وشنا ان لا للاسف هيستمر نوعا ما، ومش في مصر بس على فكره، وانا بكلمكم دلوقتي درجه حراره جنوب العراق والكويت وغرب ايران 49، يعني النهارده الساعه 2 الظهر 49 و50، وموجه شديده الحراره حتى عد قصرت الارقام القياسيه في غرب الولايات المتحده وفي اوروبا وفي تركيا وفي الصين. احنا في جفاف شديد في الغابات، والناس قلقانه من يحصل حروق في الغابات في اوروبا. عشان كده لما مصر اطلقت مصطلح قمه التنفيذ، يعني ايه اخروا شويه، الدول المتقدمه الصناعيه الكبرى اللي المفروض تربحت على مدار عشرات السنين بضخها مليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، جاء الوقت بقى انها تكفر عن سيئاتها، جاء الوقت انها تعمل حاجتين، تخفض انبعاثاتها بصرف النظر عن اقتصاداتها، وتعوض الدول فيما يسمى بصندوق الاضرار والخسائر اللي تم اقراره في مؤتمر المناخ لاول مره. في كل مؤتمرات المناخ في كل مره يتكلموا على صندوق للاضرار والخسائر، تعويض للدول، يجي الدول المتقدمه تتنصل. الحمد لله تم اقراره في مؤتمر شرم الشيخ، وان شاء الله يفعل في مؤتمر الامارات كوب 28. ولكن زي ما قلت لحضرتك، الدول دي ما كانتش هتتحرك لما لقيت نفسها في وسط الحدث. فللاسف الشديد متوقع ان يستمر هذا الطقس معانا فتره، والفتره دي مش شهور، ممكن تكون سنين لقدام، لحين سنين. كل سنه طيب درجه الحراره بتزيد، كل سنه مظهر بيزيد، ما حدش كان بيسمع القبه الحراريه لا في مصر ولا في شمال افريقيا، ما حدش كان بيسمع عاصفه التنين في مارس 2020، ما حدش كان بيسمع عن اعصار شاهين في الامارات وفي عمان. كل سنه هيطلع مظهر جديد، مش عندنا بس، في كل دول العالم، حتى يقف العالم وقفه واحده، تخفيض لغازات الانبعاث الحراري وتكيف مع درجات الحراره. ودي نقطه مهمه حتى على المستوى الشخصي، انت حضرتك يجب ان تتكيف مع هذا الشكل من المناخ، الزراعه تتكيف، الصناعه تتكيف، كل الانشطه البشريه على سطح الارض تتكيف لحين التبريد، لحين خفض الانبعاثات هتاخد لها سنين طويله، ممكن ما يكونش في جيلنا اصلا يعني، بس في الاخر لازم التكيف. عشان كده الدوله المصريه الان، والناس احيانا ما بياخدوش بالهم من النقطه دي، عارف محاور الطرق اللي في كل مكان في مصر، ده فضل ربنا، لولا هذه المحاور لكان حدث مشكله كبيره جدا في ازدحام المدن داخل المدن. تخيل تكدس العربيات والناس والعوادم والاسفلت والحراره والكلام ده كله، لولا ان شدت جزء كبير جدا من الزحمه دي خارج المدن لكان يبقى في مشكله، لكان يبقى في مشكله في المستشفيات، لكن هيبقى في مشكله كبيره جدا في الاجهاد الحراري، وابتدي يحصل حاجات كتيره. فده احد اوجه يعني مصر اهتمت جدا بموضوع محاور الطرق. طيب حضرتك ذكرت اكتر من مره الاجهاد الحراري، فلو نوضحه للناس. الاجهاد الحراري هو عندما ترتفع درجه حراره الجسم نتيجه درجه حراره الجو مع زياده الرطوبه، فالاكسجين بيقل في طبيعي ان بخار الميه زاد في الجو بيقلل الغازات الاخرى اهمها الاكسجين. على طول الانسان بيشعر بموضوع الاجهاد الحراري، اول حاجه يشعر بخمول، ممكن احيانا صداع، ممكن احيانا بعض اللسعه في الجلد، احيانا ما بيعرفش ياخد نفسه، وكتير جدا بيشوفوا القصه دي، فده اسمه الاجهاد الحراري. لا قدر الله لو زاد شويه ممكن يؤدي الى الاغماء احيانا يعني، وخاصه اللي عنده مشاكل صحيه. عشان كده بقول لحضرتك تاني كمان مره، ان الموضوع ان انا اخفف كثافات
السير والزحمه في المدن، ده كان هدف مهم جدا وهدف مناخ في الاساس يعني، غير طبعا الاهداف الاخرى لكل تطوير البنيه التحتيه في مصر. طيب دكتور، احنا مصر بلد زراعيه ودايما بنستهدف زياده الرقعه الزراعيه قد ما نقدر، ازاي ارتفاع درجات الحراره هياثر على المحاصيل اللي احنا متعودين نزرعها في الاوقات الزيتيه؟ دي نقطه مهمه جدا، ان ارتفاع الحراره يعني ارتفاع حاجه النبات للميه، استهلاك الميه هيزيد. طب الدوله عملت ايه؟ الدوله دلوقتي بتتوسع جدا، الحمد لله احنا ضفنا تقريبا مليون فدان لرقعه زراعيه من 2014 حتى الان، وده رقم كبير، مليون واحنا كنا 9 مليون، يعني انا بتكلم على يعني 10%، وده رقم تاريخي ورقم بصراحه مذهل لاي حد بيتابع الارقام في مصر. دلوقتي حاجه الزراعات هتزيد للاستهلاك الميه، وانا عندي محدوديه كبيره في الميه، عشان كده الناس ما يسالوش نفسهم كمان مره، هي الدوله اللي بتدفع مليارات المليارات في اقامه محطات معالجه مياه الصرف الزراعي وتجد مصادر بديله للميه غير مياه النيل، وانا ما عنديش امطار، كده كده انا بلد تقريبا جافه، وكمان المياه الجوفيه مش هقدر استنزفها، دي في حقوق للاجيال اللي جايه فيها طبعا. فعشان كده البلد بدات تفكر فعلا على المستوى القومي الاستراتيجي في اقامه محطات معالجه المياه لتوفير ملايين وعشرات الملايين من المياه يوميا للزراعه، وكمان في بعض الاجراءات بقى الزراعيه الفنيه داخل المزارع والحقول يجب على المزارعين انهم يعملوها الفتره دي على الاقل، تقريب فترات الري، زياده كميه الميه بمقدار 10%، اضافه بعض المركبات اللي بتخلي الشجر يقدر يستوعب هذا، تقليل فترات الري، تقريب فترات الري اللي انا اقرب، يعني مثلا الذره دلوقتي المحصول الاساسي والرز، الرز كده كده مغمور، الذره بدل مروي على 12 13 يوم ما ينفعش، 10 ايام فيما اقل، عشان كده وزاره الري مهتمه جدا انها تشتغل باقصى احتياجات، اقصى احتياجات كان بيبقى شهر في السنه، لا هيمتد معانا الفتره، فده هياخد ميه اضافيه. عشان كده بقول لحضرتك البلد بتفكر ابعد شويه من تفكير الافراد. او ان انا ازرع بدري شويه في بدايه العروه، يعني ما استناش لحد ما درجه الحراره ترتفع وازرع بدري شويه، اعتقد ده ممكن يفيد النبات. ممكن يفيد، وكمان العكس ممكن يفيد، لان انا دلوقتي النصيحه الاهم اللي بنطلعها من مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه بتاخير زراعه العروه الجديده. العروه اللي انا هشتل طماطم وفلفل وبتنجال، او ان انا هزرع بساتين فاكهه جديده مانجا وغيره بتزرع الفتره دي، انا هاجل حتى نهايه تقريبا نهايه ابيب او نهايه يوليو على الاقل، ابيب ده بينتهي في الاسبوع الاول من اغسطس. فدي التوصيات مهمه قوي. التوصيه المهمه معلش تاني، عدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره لفترات طويله، يعني على المزارعين كل من يتعرض للشمس، كل من اعماله تستوجب ان يبقى موجود في الشمس في فتره الظهيره من الساعه 11 للساعه 3، اكسر الفتره نص ساعه واقعد في الظل شويه، نص ساعه واشرب ميه، نص ساعه وتحرك عن بعيد عن اشعه الشمس، لان تركيز اشعه الشمس عشان تحمي نفسك لمده ساعه هتؤدي للاجهاد الحراري للاسف. طيب ربنا يحفظ الناس اللي بتبقى بتشتغل في الوقت الحر ده، لكن لما نيجي نقول الزرع نفسه هنتعامل معاه ازاي؟ هنحمي الزرع ازاي من ان هو يحصل له مشكله بقى؟ هل هنعتمد على انه يحصل ادابتيشن وميوتيشن كده من الزرع نفسه، ولا احنا مراكز البحوث الزراعيه شغاله على تخليق حاجات يعني حصل فيها نوع من انواع الادابتيشن او نوع من انواع موضوع الادابتيشن ذاتيا ده صعب لان النبات هياخد له بياخد سنين. خلينا نتكلم في الاجراءات التكيف. الاجراءات الاستباقيه التكيف. دلوقتي فعليا مركز البحوث الزراعيه بدا يستنبط اصناف من الذره ومن الرز اللي هي المحاصيل الصيفيه بالتحديد، ده ما بتكلمش على المحاصيل الشتويه، قصيره العمر، متحمله للاجهادات الحراريه، قليله الاحتياج المائي. فمعظم الاصناف المنزرعه فعليا في مصر، ولولا هذه الاصناف لكان بقى عندنا مشكله كبيره جدا في انتاج هذه المحاصيل. طبعا الرز والذره محاصيل اساسيه من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه. على مستوى الحقل بقى المزارع يعمل ايه؟ التراكيب المحصوله الموجوده دلوقتي موجوده عندي المانجا، موجوده عندي بعض الفاكهه الصيفيه، الزيتون، التمور، موجوده عندي التين، موجوده عندي الكوميترا. المانجا دلوقتي الحمد لله معظم المانجا دخل في مراحل النضج، يتبقى الاصناف المتاخره اللي هي الكيت والكنت والنعومي، ودي تيجي بعد شهر وشويه. للاسف مع هذه الموجه ممكن يحصل لها لسعات شمس. يعني الثمار الموجهه للشمس الناحيه القبليه الغربيه الشرقيه يحصل لها لسعه شمس فبتطلع فرزه في النهايه، فلو لا قدر الله خلي نص الشجره حصل لها كده يبقى مشكله. في الحاله دي لازم يرش بعض المركبات زي بروشات او سيليكات الالومنيوم، هم عارفين الاسماء دي، او جير مخفف على الثمار فقط مش عاوز الشجره بحالها، يقوم يعمل طبقه بيضه صغيره تعكس اشعه الشمس ما تخليش الجلد يتحرق فما يحصلش لسعات الشمس. فدي نقطه مهمه جدا لاهالينا المزارعين. اما بالنسبه للمحاصيل الثانيه زي الزيتون ما بيحصلش صغير، مش هيحصل له لسعات شمس، بس ده تحجيمه هيقل، تحجيم هيقل مش هيكبر، تحجيمه هيقل، فلازم هنا ادعم الزراعات دي بمركبات البوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم مع الري،
او نترات بوتاسيوم رشاً. مهم جدا بس الرش لازم يكون في الصباح الباكر بعيد تماما عن ارتفاع الحراره. طيب ايه اكتر الافات والحشرات اللي بتنتشر مع ارتفاع درجه الحراره؟ انتوا مذاكرين بقى يعني معانا الدكتور محمد علي فاكيد لازم نهتم بالموضوع حضرتك. طبعا النقطه دي مهمه جدا. انا عندي افه مزعجه شويه اسمها دوده الحشد على الذره. طبعا مع الحراره الشديده ودي الحمد لله حاجه ايجابيه، مع الحراره الشديده قوي يعني خلال هذه الموجه بيبتدي يحصل تاثير سلبي على الافه، ولكن بمجرد زوال الموجه كان الافه عاوزه تعمل اللي راح منها فتبتدي يحصل دورات سريعه. عشان كده بقول بمجرد انتهاء هذه الموجه وان شاء الله يعني مش عايزين نقول الميعاد يعني 10 ايام ولا حاجه، لازم يبقى في فحص شديد لزراعات الذره المتاخره بالتحديد، الذره لما بتكبر خلاص على كده. اي اصابه يبتدي الفلاح يتعامل بالمبيدات الموصى بها، ودي موجوده في كل توصياتنا. دي القفه الاولانيه. القفه الثانيه دي قفه برضو المن على زراعات الذره الرفيعه في الفيوم وسوهاج واسواق والمنيا والمناطق دي، ودي قفه لدرجه انها بتعمل ندوه عسليه تخش الذره دي. بتيجي من الشبوره دي تقريبا، دي بتيجي من الحراره العاليه والرطوبه العاليه دلوقتي. فديت المن مهم جدا. الذره الصغيره ابتدي ارش بالاسيتون برايد مواد فعاله، او ممكن اضخ بعض المبيدات في مع ميه الري. فدولت الافات اللي ممكن تعمل مشكله. ذبابه الفاكهه اللي هي بتعمل ازعاج كبير للفاكهه، الحمد لله نقدر نقول ان هذه الاجواء، مع الاجواء دي مش على طول الخط سلبيه، هذه الاجواء قللت لنا نوعا ما الكثافه وتعداد هذه الافات يعني. طيب دكتور، احنا عندنا تجارب ناجحه في الزراعه في الاماكن الصحراويه اللي كانت بتعتمد على ميه قليله وفيها درجه حراره عاليه، يعني نجحت بشده الزراعه في اماكن كتير في راس غارب وطبعا في الوادي الجديد وغيرها وغيرها في اماكن مختلفه، كمان في الاماكن اللي حصل فيها استصلاح اراضي. فاحنا نقدر نعتمد على التقاوي الموجودة وتم تخليقها بشكل أو بآخر بحيث إن إحنا نقدر نقلل الرش اللي حضرتك بتتكلم عليه. حضرتك عارف دلوقتي كمان إحنا بنسعى للتصدير في حاجات كتير وإحنا متصدرين التصدير فيها، فبيبقى لها مواصفات محددة. موضوع الرش يعني مش في كل الأحوال الرش بالمبيدات ممنوع، بالعكس في، بس بيلزم إن يكون في حدود دنيا خلاص ما يزيدش عنها. فمعروف اللي هي في متبقيات المبيدات، بس دي مش المشكلة لأن الحمد لله مصر بتصدر كميات كبيره جدا. احنا دخلنا في السنه اللي فاتت 6.5 مليون طن، السنه دي احتمال كبير جدا نكسر حاجز ال 7 مليون طن لاول مره في تاريخ مصر. ان احنا برغم التغيرات المناخيه وبرغم الظروف الاصعب رغم كل المشاكل الموجوده ما شاء الله مصر بتنحت في الصخر الان. بس نفسي الناس يستوعبوا هذا الموضوع، يمشوا مع البلد شوف رايحه فين، بتنحت في الصخر 7 مليون طن. يقول لك طب انا بصدر ليه طالما انا عندي فجوه في بعض المحاصيل؟ بصدر لان ده اسمها اكتفاء ذاتي نسبي، بصدر اللي ببرح في زراعته، اللي عندي تنافسيه في زراعته واجيب دولارات، عشان في النهايه لو عندي مش انا عشان اعمل اكتفاء ذاتي من القمح محتاج ازرع كل اراضي مصر قمح على سبيل المثال. صحيح. وتاخد كل المصر على محاصيل ثاني. ينفع تشيل بطرس ب 100 جنيه انت في هنا محليا؟ صحيح. فالموضوع كله ماشي وفق خطه، هذه الخطه بتوزع المحاصيل وتوزع التركيب المحصوليه وتقول نتوسع في ايه وايه ممكن نزيد فيه. بس الدوله رغم ذلك ورغم ان محاصيل الحبوب اقل اقتصاديا بدات الدوله تتوسع من موازنتها الخاصه في زراعه القمح. يعني حضرتك لو ملاحظ مستقبل مصر والدلتا الجديده وتوشكا والعينات، لو كلنا تابعنا في خامه الريس على حدود مصر الجنوبيه راح نزرع قمح هناك، لان في بعض الاقاويل والناس للاسف بيسمعوها يقول لك اصل احنا ممكن نزرع قمح على الساحل في الساحل الشمالي على المطر، بس الدوله مش عاوزه، الدوله مش عاوزه تزرع في الساحل الشمالي في الجو الحلو ده واروح ازرع في توشكا والعوينات. فاحيانا الناس بيتداولوا كلام للاسف الشديد حتى ما بيفكروش هو الكلام ده صح ولا غلط. خلينا نعكس يا دكتور، خلينا نقول الوقائع، احنا ننشر الافكار الصحيحه وننشر الكلام الصحيح. احنا بننشر مش دعوه مش افكار كمان. الدولة بتزرع في شارع العينات؟ في شارع العينات دي فين في الخريطة؟ احنا هنقول الأماكن اللي بتزرع فيها وبنزرع فيها ايه وانتاجيتنا فيها ايه؟ معلش ما دي نقطة مهمة برضو عشان الناس يفهموا وما يمشوش ورا أي كلام وخلاص بيتقال. أنا بزرع في العوينات وبزرع في توشكا وبزرع في غرب المنيا وبزرع في دلوقتي في عندي محطة المحسمة، محطة معالجة مية صرف زراعي ومحطة بحر البقر، دول هيوجهوا المياه بتاعتهم كلها بمياه معالجة ثلاثيا زيها زي أوروبا ما بتعمل، بدل ما تضخها في الأنهار أنا هضخها في سينا مع جزء من مياه النيل ونبتدي نتوسع فيه. يعني الدوله بتستهدف 400,000 فدان في سيناء، يعني عمر ما سيناء زادت عن 50-60,000 80,000 فدان بالعافيه. انا هنزرع ايه بقى؟ 400,000 هنزرع زيتون وهنزرع ايه كمان؟ كل المحاصيل، ارض سيناء ارض بكر، ارض يعني مناسبه اجواءها مناسبه، بالمناسبه ارض شمال سيناء دي كلها اجواء يعتبر مناسبه للمحاصيل التصديريه. فانا ممكن يعني وده اللي هيحصل الفتره الجايه ان انا اعمل
تركيبه محصوليه ذكيه بيسموها كده، اشوف اماكن اصدر منها متخصصه للتصدير واماكن اخرى لمحاصيل الحبوب واماكن اخرى لكذا، ده اللي الدوله بتعمله فعليا. طيب نرجع تاني لتاثير التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره على النبات، هل بيأثر على النبات في كل مراحل نموه ولا في مرحله معينه ممكن يأثر عليه؟ يعني ما انا قلت لحضرتك انت مذاكر والله، اكتر مرحله حساسه لارتفاع الحراره هي مراحل التزهير والاخصاب والعقد، دي مراحل مهمه جدا. طيب انا هشوف المحاصيل اللي موجوده عندي واشوف هي في اي مرحله، الذره داخله فعليا، وده الذره بنزرع فوق ال 3 مليون فدان يعني رقم كبير جدا، والرز تقريبا 1.5 مليون، الرز لسه باقي عليه شويه، فخلينا في الذره. الذره في مراحل الاخصاب بدات السلامل تطلع، فدي مرحله مهمه جدا جدا وحساسه قوي لارتفاع درجات الحراره، فتقريب فترات الري اللي احنا قلنا عليه، تقريب فترات الري تحت اي حال من الاحوال ما زدتش عن 10 ايام في الذره في الاراضي القديمه ويومين في الاراضي الجديده سواء كان بالرش او بالتنقيط، ده مهم جدا للذره. طب الرز ثاني اكبر محصول في العروه الصيفي، الرز الحمد لله يعني ما دخلناش في المرحله الحساسه قوي لمرحله الطرد، ولكن الرز احيانا في هذه الظروف بيهيئ فسيولوجيا للاصابه بمرض اسمه اللفحه، فعلى طول المزارع يبقى عنده فحص دقيق يوميا، الجو حر يا دكتور هنزل اعمل ايه؟ انزل الصبح بدري مفيش مشكله، بص في زرعك لو لقيت اي بقع ظهرت في محاصيل الرز بتاعتك على اصناف معينه ابتدي على طول تاخذ الاجراء المناسب بقى، عشان مشكله الامراض في الاجواء دي اللفحه بالذات على الرز بتزيد فلازم احصرها من البدايه. الفاكهه زي ما قلت لحضرتك، الفاكهه في مراحل تحجيم الزيتون والموالح، الموالح مهمه طبعا، انا بزرع رقم وبصدر اكبر مصدر للموالح في العالم مصر بتقريبا بحوالي 2 مليون طن وده رقم كبير جدا. فالمحاصيل دي في مراحل التحجيم، مراحل مش حساسه قوي للاجواء دي ولكنها بتتاثر نوعا ما، فاسند بالبوتاسيوم زي ما قلنا. طيب هل هو بيأثر على نمو النبات نفسه ولا ممكن النبات نفسه يكون ضار بعد كده في حال تناوله؟ هو بيأثر على النمو في المراحل الاولى، يعني عشان كده انا بقول بلاش حد يزرع العروه الجديده دلوقتي، لو زرعت بيبقى لسه النبت ضعيف جدا او الشتله ضعيفه، البخر نتح عالي فممكن تموت او ممكن يحصل غياب ارق. لكن اقصد ان انا لو كلتها مش تبقى ضاره. لا لا خالص خالص، ملهاش علاقه بالموضوع الحر خالص يعني، بالعكس كمان الاجواء دي هتزود نضج المانجا، يعني هتبص المانجا بدات تظهر في الاسواق بالاصناف بمعظم الاصناف بتاعتها ونضج طبيعي، فبالتالي احيانا بتكون ايجابيه ان كتير من المعروض ده هينزل وممكن يقل السعر شويه، فهي طبعا هيزعل المزارعين بس المستهلك هيبقى متاح المنتجات دي كلها في الاسواق يعني. اكيد يا دكتور احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، عايزين نقول في الفتره القادمه كيف نتعامل مع التغيرات المناخيه سواء بالنسبه لنا سواء بالنسبه للمحاصيل، حضرتك قلت بالنسبه للناس اللي بتتعرض للشمس تحاول تقلل مده التعرض للشمس. دي نقطه مهمه جدا، الحفاظ على السلامه الشخصيه مهم جدا للمزارعين وغير المزارعين، البعد تماما عن الاحتكاك مع باشعه الشمس، تقليل المجهود البدني، يعني لو انا ما عنديش مصلحه تماما ان انا انزل او اتحرك ما نزلتش في الفتره من بعد الساعه 11 لغايه الساعه 3 او 4، تقليل المجهود البدني مهم جدا. المزارعين نفس الموضوع، عدم الاحتكاك في الفترات دي. النقطه الثانيه تقريب فترات الري ومراعاه النباتات الزراعات بتاعته على حسب التوصيات اللي احنا قلناها كلها بالترتيب. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الدكتور محمد علي فهيم استاذ ورئيس مركز التغيرات المناخيه بوزاره الزراعه ومستشار وزير الزراعه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. شكرا مشاهدينا، الساعه دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا، اتفضلي يا دينا. شكرا لك من التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني من كبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو، وأكد المسؤولون في برقيات التهنئة أن ذكرى ثورة 23 من يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، متمنين أن الله يعيد هذه الذكرى المجيدة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات. أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو أنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وذكرت المتحدثة باسم الحلف أوانو لوجينسكو أن مجلس حلف شمال الأطلنطي أوكرانيا الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام والذي يشرف على صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية.
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوفيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، مضيفا أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين. يتجه الإسبانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم في انتخابات عامة يحتمل أن تكون متقاربة النسب وتخيم عليها الاختلافات الأيديولوجية وسط غضب الناخبين بسبب اضطرارهم للتصويت خلال العطلة الصيفية. وكان رئيس الوزراء الإشراكي بيدرو سانشايز قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في الانتخابات المحلية في مايو. تستضيف روما اليوم قمة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمشاركة بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. هذا وأكدت إيطاليا أن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الإفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا من خلال بناء شراكات مع دول القارة والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بها. أخفق وزراء الطاقة في مجموعة الـ20 في اجتماعهم في الهند في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي. وخلى البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي. ويعد هذا الوقود مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند. Such as strengthening the multilateral development. قالت السلطات اليونانية إن حريق غابات مستعرا في جزيرة رودز منذ 5 أيام أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق. وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا أجلت ما لا يقل عن 2000 شخص بينهم سائحون، وذلك من الشواطئ القريبة من الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة. وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ عدة أيام وأججته الرياح العاتية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بكل مشاهدينا. النهاردة بتحل علينا ذكرى ثورة 52 المجيدة اللي أنهت حكم الملكية وأسرة محمد علي باشا وتحول نظام الحكم في مصر لجمهورية رئاسية من خلال مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة محمد نجيب. طبعا بكل تأكيد هذه الثورة، ثورة 23 يوليو، كتبت تاريخ مهم جدا للعلاقة القوية والأبدية ما بين الشعب وجيشه، وأكدت كمان على التلاحم والتكاتف بينهم في اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن. خلينا نتكلم عن ذكرى هذه الثورة. معانا على التليفون اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. ست اللواء صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. صباح الخير يا استاذ، صباح الخير يا منى، كل سنه وحضراتكم طيبين. الشعب المصري بل والعربي كله وكل الشعوب المحبه للسلام بخير وسعاده وسلام، لان ثوره 23 يوليو فعلا هي الناطق الرسمي او الصوت الحقيقي لكل الشعوب المحبه للسلام والتي تبحث عن التحرر. صحيح. اكيد ثوره يوليو المجيده شكلت علامه مضيئه في تاريخ مصر، ليه ثوره يوليو كانت فارقه في حياه المصريين بالمنظر ده ولغايه دلوقتي؟ يمكن أسباب ما قبل الثورة دعا إلى قيام الثورة وبالتالي حدد مبادئها وبالتالي الإنجازات اللي تحققت من خلالها، وده اللي هنسرده في سياق الكلمتين اللي هقولهم مع حضراتكم دلوقتي. يعني قبل 52 وثورة يوليو المجيدة كانت ناتج الإجمالي المحلي 195 مليون جنيه. الناتج الإجمالي بعد ثورة يوليو بدأ يظهر ويصل إلى 1.1 مليار جنيه، يعني العدد زاد جدا. كان وجود المقاتلين او الجنود الانجليز في مصر يمكن كان محدد جدا، حتى في حرب 48 اضطرينا ناخد تصريح لعبور قناه السويس للقيام بالحرب نفسها من الانجليز. الاستعمار كان جاسم على صدور المصريين، كان مسبب بطريقه غير مباشره لكثير من التحديات الامنيه والعسكريه للدوله المصريه.
مصر كان فيها نسبة 5% فقط اللي هم عايشين على الخير وعلى الرغد وعلى الثروات المصرية الطبيعية، و95% يعني بيتجرعوا مرارة الفقر وتجرعوا مرارة العوز والحاجة وقلة الخدمات والمرض. فبالتالي كان الشكل العام غير حقيقي يعني في مصر. بعد ذلك اللي حصل بعد الثورة ان معدلات النمو زادت لدرجة ان وزارة علي صبري استقالت واذا جت وزاره زكريا محي الدين عشان تخفض من معدلات النمو شويه، لانه كان زياده بيزود معدلات التضخم في نفس الوقت، معدلات النمو بتزود معدلات التضخم. غياب القرار السياسي الحر عن الدوله المصريه في ظل الحكم والاستعمار، الحكم الملكيه والاستعمار، اصبحت مصر في مؤتمر باندونج يعني لها موردين ولها قوه بتناطح قوات اخرى كبرى في العالم اللي زي روسيا والولايات المتحده الامريكيه، وفي نفس الوقت هي اصبحت لها صوت ولها في اطار دول عدم الانحياز لها مكانه، وممكن ابتدت تجتذب كثير من الدول حولها. طيب سياده اللواء، داخليا هذه الثوره قدرت ان هي تغير الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ولو هنتكلم تحديدا عن الاوضاع الاجتماعيه، ازاي قدرت هذه الثوره ان هي ترسخ مفاهيم جديده للعداله الاجتماعيه وتحقق الاستقلال والكرامه؟ شوف، يمكن العصر الذهبي للطبقه العامله المطحونه اللي عانوا وفقدوا مبدا العداله والكرامه كان ثوره 23 يوليو. اصدار قانون الملكيه الزراعيه اللي في 9/9/52 اكد على يعني عوده الفلاح لتحرره، ومع اصدار قانون الصحه الزراعي اعتقد ان كده ابتدى نقضي على سيطره راس المال، بالاضافه لانشاء السد العالي اللي زود كتير قوي من المناحي الاجتماعيه في المواطن المصري، تمثيل التجاره والصناعه وافتتاح اكثر من 1000 مصنع، اعتقد ان ده في حد ذاته بالاضافه للصناعات الاستراتيجيه اللي بتعتمد عليها الدوله في الغاز والنسيج، الحديد والصلب، مجمع الالومنيوم، كثير من الامور اللي فعلا تؤكد على ان المصري ابتدى يستعيد قوته. الفقراء بقى لهم نصيب في المناصب داخل الدوله، ده في اطار العداله الاجتماعيه، لان هنا من اول مره ناشد من ابناء الشباب الطبقه المتوسطه والفقيره العاديه قضاه ومحامين عذرا ووزراء يعني، وكثير من المناصب اللي كانت قاصره على فئه بعينها في الدوله. فكره القضاء على العمال كسلع تباع وتشترى، اعتقد ان دي كلها يعني نتائج اقتصاديه كثيره جدا في ظل يعني ثوره، اعتقد انها يعني حققت النجاحات الكثيره والمتنانيه في هذا الصدد. طيب لا ننكر ابدا ان لولا الجيش ولولا ثوره 23 يوليو ما كنا حصلنا على الاستقلال عن الانجليز، يعني قعد سنوات كبيره الحكومه القائمه على الحكم في ذلك الوقت قبل ثوره يوليو وهي اللي بتفاوض المفاوض الانجليزي، وان كانت يعني مفاوضات كده للجلاء زي ما بنقول حفظ ماء الوجه، ولكن عندما تولى الجيش الامور وهو من قام بالمفاوضه وقتها حصل على طول الجلاء، وبقى عندنا الجيش القوي اللي بنتسند عليه لغايه دلوقتي. ففكره وجود الضباط الاحرار وفكره وجود الجيش وتعامله مع الموقف اختلف تماما، وازاي الشعب قدر ينتصر لجيشه ويسنده في الثوره. لا ما اشبه ليله البارحه، اذا كان 23 يوليو فعلا نقله او تاكيد على ان الجيش والشعب يدا واحده وتلاحم مستمر، اعتقد ان ثوره 30 يوليو اكدت ذلك، لان يعني لم يكن بمقدورنا ان نصم اذاننا او نغض بصرنا عن نداء الشعب، ان كان هذا الكلام قيل في 30 يونيو فهو نفس الكلام اللي اتقال في 23 يوليو. فبالتالي الجيش والشعب على درجة واحدة، ودائما يؤكد الجيش على أنه هو فعلا الحامل الشعب المصري، يعني الجيش من الشعب، نسيج من الشعب، محرم على أرحام نسائه إن جاب غير الرجال، فهم رجال، ومن منطلق الرجولة أعتقد أن هم لم يقبلوا أبدا إهانة أو شيء يضر بالمواطن المصري بصفة القوات المسلحة، هي المسؤول الرئيسي عن الأمن القومي في كل المجالات، اقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري وسياسي أيضا وجيوبوليتيكي وغذائي وطاقة وأمني ومائي، كل هذه المجالات المتعددة للأمن القومي أعتقد الجيش المسؤول الرئيسي عنها وهو الذي يسأل. فبالتبعية انطلاقا من هذا الدور وهذه المكانة التي كفلها له الدستور، أعتقد أن في هذه الحالة يعني الدور بيبقى واجب
وفي نفس الوقت ليس بحثا عن وجاهة أو سيادة أو حكم أو ولكن لإنقاذ الشعب ولإعادة المسار إلى طبيعته. ورأينا كلنا في العصر الحالي ما حدث في 30 يونيو وما يدور حتى الآن من الدولة المصرية، اللي يؤكد على أن الجيش دائما في صف الشعب وهو من نبت الشعب وعلى قلب الشعب، ومن أجل الشعب قام الجيش ويسلح ويجهز للدفاع عن الشعب. سيادة اللواء، لو بصينا هنلاقي ان هذه الثوره، ثوره 23 يوليو، لم يقتصر تاثيرها فقط على الداخل المصري بل امتدت لتشمل المحيط وتشمل الاقليم. شفنا دعم من هذه الثوره لثورات التحرر العربيه والافريقيه. بالضبط، يعني في انجازات عربيه كثيره جدا وانجازات عالميه في هذا السياق. يعني لما نقول توحيد الجهود لصالح حركات التحرر العربيه، التاكيد على ان القوميه العربيه والمصالحه المشتركه ووحده اللغه والدين والكفاح والحدود والجوار والعادات والتقاليد والثوابت والمصير دي والتحديات المشتركه ايضا هي اللي اكدت على ان الثوره فعلا جمعت الدول العربيه على قلب رجل واحد. تجربه الوحده بين مصر وسوريا، الاتفاق الثلاثي بين مصر وسوريا والسعوديه وانضمام اليمن، الدفاع عن حق الصومال وحق ليبيا واليمن والكويت وتونس والجزائر والمغرب، ودعم حركات التحرر، حتى دعم الشعب العربي في دوله الاحواز. يعني مصر القطب الرئيسي وثورتها هي القوه في العالم العربي، ده على المستوى العربي بس. ولكن على المستوى العالمي لما نشوف حركه عدم الانحياز بين مصر ويوغوسلافيا والهند، وصفقه الاسلحه الشرقيه لعام 55، وتحويل الازهر في حد ذاته الى جامع وحاضنه، اللي كان جامع ومشيخه فقط اصبح حاضنه للعالم الاسلامي، واصبح رمز فعلا من رموزه. وانشات جامعه الازهر اللي كان جامعتين عندنا فقط لا غير، اصبحنا عندنا خمسه وتطور الى وصل ل 10 خلال الفتره اللي فاتت، ووصل النهارده ل 55 جامعه. يعني عدد الجامعات تطور وتزايد وتنامى ربطا بثوره يوليو، ولولا ثوره يوليو ما كانت مكانيه التعليم وما كان التعليم العالي وما كانت الميزانيه المختلفه للتعليم العالي ولا ما كان البحث العلمي وما كان التطور في مثل هذه المناحي. اخر حاجه عايز اقولها في الانجازات العربيه، ان قدرنا ندعو الى تجمع مؤتمر تضامن شعوب اسيويه افريقيه، وكان ده الكلام ده 58، بيؤكد ويدل على ان مصر فعلا يعني دوله قادره على بقوتها المسلحه وبشعبها ووعيه انها تتجاوز المحن وتتجاوز كل التحديات اللي بتقابلها لكي تصل الى ما نصبوا اليه الان، الا وهو الجمهوريه الجديده. سيادة اللواء، لما بنيجي نتكلم عن ترسيخ ثورة يوليو للديمقراطية بمعناها الحقيقي الذي يعود بالنفع على الناس، يمكن نشوف لأول مرة 50% من العمال والفلاحين دخلوا البرلمان، تعيين أول وزيرة امرأة في سنة 61 كانت برضو بعد ثورة يوليو، نقدر نقول أنه فعلا حصل نوع من أنواع إرساء للديمقراطية الحقيقية واللي استفاد منها مختلف الفئات الموجودة في الشعب. مبادئ ثورة يوليو يا فندم ست مبادئ: القضاء على الإقطاع وتتحقق بالفعل، القضاء على الاستعمار وتتحقق بالفعل، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وتتحقق بالفعل، إقامة جيش وطني حر وقوي أعتقد أن تتحقق بالفعل والنتائج كانت واضحة، إقامة عدالة اجتماعية وده اللي في الصدد السياق اللي سيادتك بتسألي فيه، إقامة حياة ديمقراطية سليمة وده اللي في السياق اللي سيادتك بتسألي فيه. أما تكون المبادئ هي دي، يكون هناك هدف قومي إنشاء السد العالي، رصد له كل المقومات وكل الأدوات اللي تحقق هذا الكلام، ما أشبه الليلة بالبارحة. قناة السويس هدف قومي، انشاء المشاريع، قناة السويس الجديدة كان هدف قومي، خطة المستقبل مبادئ اعتقد انها هي الاساس، عيش حرية عدالة اجتماعية، انتداء اللي نوجد في يناير وتم تحقيقه في 30 يونيو 3/7، اعتقد كل هذا الكلام يؤكد على ان مصر تمشي يعني تشير على منظومة مكتملة ونربط الاثنين ببعض. انا مش عايز اخل بالموضوع لان الثبات على المبدأ والتواجد هنا والظاهر والواضح والجلي أن الجيش المصري على مر العصور هو الرئيس وهو القائد وهو الزعيم الذي يستطيع بكل دعمه وكل قوته أن يكون لصالح الشعب المصري وليس ضده. الترجمة الحقيقية للواقع 30 يونيو، الترجمة الحقيقية للواقع 23 يوليو، الترجمة الحقيقية لاستعادة الجيش لقواته بعد 67 وبعد 56، كل هذا الكلام يؤكد ويدل على أن الديمقراطية تتحقق في الداخل وبالتالي ينعكس على دور الجيش في مساندة شعبه ومساندة جمهوريته. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. ومما لا شك فيه ان هذه الثورة
أعطت الضوء الأخضر لدور مصر الريادي الإقليمي وفي محيطها، وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي كان ليها تأثير كبير جدا على ثورات التحرر وحركات التحرر في الأفريقية والعربية وغيرها، وكانت علاقة قوية جدا ظهرت وتجلت بوضوح في هذه الثورة ما بين الجيش والشعب. كان ليها انعكاسات هذه الثورة كبيرة جدا على أوضاع مصر الاقتصادية، سواء بقى طبعا لو هنتكلم على النواحي الصناعية شفنا التوسع في إنشاء مصانع، بالإضافة أيضا إلى النواحي الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المنزرعة. أكيد فكرة كمان قانون الإصلاح الزراعي يا شاذلي اللي حصل فيه نوع من أنواع التعادل بالنسبة لمختلف الفئات، يعني كان في فئة مسيطرة على الأراضي الزراعية لفترة طويلة جدا، وكان العامل لا يملك قوت يومه أو الفلاح كان أجير لا يملك قوت يومه، تحول الفلاح الأجير من شخص لا يملك قوت يومه لمالك للأراضي. تم توزيع الأراضي الزراعية بعد قانون الإصلاح الزراعي وتعويض أصحاب الأراضي دي ووجود قانون بملكية الفرد ل 100 فدان والأسرة بتزيد عليها 50 فدان بحق انتفاع لفترة اللي بعدها، وتم توزيع الأراضي المختلفة على الفلاحين بتتراوح ما بين 2 فدان ل 5 فدان بأجور عادلة جدا أو بأقساط عادلة جدا بنسبة فوائد بتتناسب مع سعر الأرض في نفس الوقت وبتقسيط أكتر من 30 عام. فإحنا بنتكلم على إن ما كانتش حتى الموضوع توزع كهبة يعني أو كهدية، لا الناس تعبت وشقيت في فلوس الأرض اللي هي تملكتها، ادتهم نوع من أنواع الإحساس بالأمان والانتماء أكتر. صحيح. لأنه بقى حاسس إنه هو بيزرع في أرضه. طيب بعد مرور بقى 71 سنة على هذه الثورة، الثورة اللي غيرت التاريخ مش بس في مصر، في المنطقة كلها، لكن لسه في سؤال مهم جدا وبيشغل بال كتير مننا، هل أنصف التاريخ ثورة 23 يوليو؟ إيه اللي لم يذكره التاريخ حتى الآن عن هذه الثورة؟ خلينا ناخد إجابة واضحة عن السؤال ده. الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان موجود معانا على التليفون وهيكلمنا أكتر، هل أنصف التاريخ ثورة يوليو أم لا؟ صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بك. صباح النور وكل عام وانتم بخير. حضرتك طيب وبخير يا فندم. طيب هل أنصف التاريخ ثورة يوليو؟ طبعا الباحثون في التاريخ أنصفوا ثورة يوليو بطبيعة الحال، والأحداث نفسها التي جرت منذ ثورة يوليو وما بعدها حتى ما بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر كلها تتحدث عن إنجازات ثورة يوليو على المستوى المحلي في مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعلى المستوى العربي والإفريقي الإقليمي والعالمي. فأصبحت ثورة يوليو ثورة عالمية وليست ثورة محلية، لأنها حركت عوامل الثورة وتغيير الظلم السياسي الذي وقع فيه العالم الثالث تحت سيطرة استعمار النظام الرأسمالي العالمي. عظيم. دكتور إزاي قدرت هذه الثورة في تغيير أوضاع مناطق كتيرة جدا في جمهورية مصر العربية طال حرمانها لفترات طويلة؟ ده صحيح، ده جاء من خلال تفهم جمال عبد الناصر لتاريخ الثورة الفرنسية. وده الكلام اللي قاله عنه جورج فوشيه، ده كاتب سويسري أراد أن يفهم سياسات جمال عبد الناصر أنها كانت شيء لافت للنظر بالنسبة له، فقرر أن يجي إلى مصر ويبحث عنه. ولكنه عندما جاء إلى مصر لم يسأل الناس في الشارع عن جمال عبد الناصر، ولكنه ذهب إلى مكتبة الكلية الحربية لكي يتعرف على الكتب التي كان يطلع عليها أو على البرامج الدراسية التي كان يدرسها في الكلية، وصنعت منه عشان يعرف شخصيته الشخص. فوجد في المكتب في فهرس الكتب الإعارات الموجودة الكتب بقى الخاصة بالثورة الفرنسية والثورة الشيوعية والزعماء السياسيين في العالم، ففهم خطوات جمال عبد الناصر. إيه هنا درس الثورة الفرنسية الذي تعلمه عبد الناصر ويختص بالسؤال؟ أنه لما قامت الثورة في فرنسا ونجحت في إسقاط الملكية، بل ودخلت في مشادة مع النظام الملكي وانتهى بإعدام الملك، لكن النظم كلها اللي حول فرنسا كانت كلها تخضع للملوك، فخاف ملوك أوروبا على نفسهم أن يحدث لهم ما حدث لملك فرنسا.
فتحالفوا جميعا ضد الثورة الفرنسية وأسقطوها، وعادت الملكية مرة أخرى إلى فرنسا. صحيح أن بعد كده برضو تغيرت الظروف ورجعت الجمهورية الفرنسية، لكن جمال عبد الناصر استفاد هنا من هذا الموقف، قال أن أنا نجحت في القيام بثورة في مصر وإعلان الجمهورية ومكاسب اجتماعية طبعا كثيرة للعمال والفلاحين الأخيري، لكن المحيط اللي حولي خاضع لقوى استعمارية. بلاد المغرب كلها من تونس للجزائر للمغرب خاضعة لفرنسا، وليبيا خاضعة لإيطاليا، والإنجليز موجودين في الأردن، والفرنساويين في سوريا ولبنان، والإنجليز في العراق يعني ومنطقة الخليج. فقال دلوقتي أنه بقاء هذه الحكومات الاستعمارية حول مصر ده ممكن يؤدي إلى القضاء على الثورة المصرية، فبدأ يشجع حركة التحرر العربي والإفريقي من الاستعمار. فده فضل كبير يعني جاء من درس ثورة 23 يوليو من خلال التاريخ. وبعدها بدأ الدرس الثاني بعد ما نجحت هذه الثورات اللي هو يبقى التحرر الاجتماعي، وأعطى بقى القوى الشعبية كلها حق الحياة بدل ما كانت مجرد شعوب أجيرة وتعمل في صالح أصحاب المال والأرض. معركة الوعي، أنه ابتدى يحصل استثمار في وعي وتعليم المصريين ورفع الوعي بقى ورفع القدرة على القراءة والكتابة ودخول كل فئات الشعب في المدارس. هو كان التعليم من قبل ثورة يوليو كان بالمجان، ولكن كان مقصور على فئات معينة، ولكن من بعد الثورة بقى مفتوح لكل الناس، كل الفئات بيتم تعليمها ودخولها الجامعة ودخولها بعد كده كمان للمناصب اللي كانت مقصورة على فئات معينة. ده صحيح، بس للتأكيد أكتر يعني، لأن في ناس من اللي بيهاجموا ثورة يوليو ومسألة مجانية التعليم يقول لك ما كان التعليم مجانا من قبل 52 في أيام الملكية. لمين؟ وهم لا يعلمون أن هذه كانت معركة موجودة، وحتى الذي يطلع على مضابط مجلس النواب قبل 52 في سنة 33 وبعد 10 سنوات على إصدار دستور سنة 23 الذين يتشدقون به حتى الآن، أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بمشروع لزيادة ميزانية التعليم الإلزامي. الإلزامي في ذلك الزمان هو ما نسميه الآن محو الأمية، تعليم أولاد الفلاحين القراءة والكتابة في دروس بعد الظهر بعد ما ينتهوا من العمل في الغيط، لأنه الميزانية المرصودة كانت على قد عدد بسيط، فالعدد بيزيد محتاجين زيادة. فأحد النواب تقدم بمشروع للبرلمان بيقول زودوا ميزانية التعليم الإلزامي، فرد عليه أحد كبار الملاك في المجلس وقال كده الجملة بالضبط كده: إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة ويجعلهم يستنكرون مهنة آبائهم. وقال ده أنا رحت العزبة، كان ما الكلام ده في المضبط، وأنا رحت العزبة مرة لقيت ولد لابس طاقية مشغولة بالأجور، ولقيت عيل راكب عجلة ولد لابس جلابية مكوية، دول هيبقوا أصحاب الجلاليب المكوية مش أصحاب الجلاليب الزرقاء، لأن كان التعبير عن الفلاحين يقول لك أصحاب الجلاليب الزرقاء الموجودين. ورد واحد تاني من كبار الملاك في المجلس قال لما نعلم ولاد الفلاحين امال مين اللي يسرح بالبهايم في الغيط؟ ده كلام ده سنة 33. فالتغيير بقى جه طه حسين، لما جه طه حسين وهو طبعا معروف اجتماعيا أسرة متواضعة، طه حسين بقى وزير المعارف في حكومة الوفد الأخيرة، طالب أن يكون التعليم كالماء والهواء، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من قبل ثورة يوليو، وتم تحويل اسم الوزارة من المعارف للتربية والتعليم في مرحلة ما بعد الثورة. أيوة، لكن كان في العهد الملكي حصل تأميم جزء، حصل مجانية جزئية في الابتدائي بس مش في الثانوي. لما جت 52 بقى بعد الثورة تم التعميم المجانية في المدارس ابتدائي وثانوي،
وبعدين شملت المجانيه تعليم الجميع من 62 بعد التأميمات 61 اصبح التعليم في الجامعه ايضا مجانا. فده فتح الباب لابناء بقى الطبقه الوسطى وابناء العمال والفلاحين الذين افادوا كثيرا من القرارات الاقتصاديه التي قامت بها ثوره يوليو على يد جمال عبد الناصر. ده لان هم ادركوا ان بناء الوطن لا ياتي الا بالتعليم من الاساس. كاستاذ طبعا. تاريخ استاذ كبير طبعا للتاريخ يا دكتور عاصم، عايزين نعرف لحضرتك ايه اهم مكتسبات هذه الثوره من وجهه نظرك؟ اهم ايه؟ مكتسبات هذه الثوره. ده كثير قوي. يعني اولا الاستقلال الحقيقي وجلاء الانجليز عن مصر اللي ظلوا محتلين البلد اكثر من 70 سنه ولا يريدون الخروج، ودخلت القوى السياسيه قبل 52 في مفاوضات من اجل الجلاء لكنها فشلت لانها لم تكن تستند الى قوه. عندما قامت الثوره من الجيش ففرض على الانجليز الجلاء لانهم اصبحوا يواجهون قوه وارادوا ان يحاولوا يعني يمتنعوا عن الجلاء. فلما عقدوا اتفاقيه الجلاء في 54 قالوا يتم الجلاء على مدى 20 شهر عشان يعني يحاولوا في خلال ال 20 شهر دولت تحصل اي فتنه كده في الداخل هم فما يتمش يجدون سببا للبقاء. فجلاء الانجليز عن مصر ده اكبر مكسب كبير. ثم دخلت مصر بعد كده بقى في اطار الصراع ضد الاستعمار وضد حتى النظام الشيوعي لان كان العالم انقسم الى المعسكرين بعد الحرب العالميه الثانيه، معسكر شيوعي بقياده الاتحاد السوفيتي ومعسكر راسمالي بقياده امريكا. فهنا بدات مجموعه الحياد الايجابي وعدم الانحياز سنه 55 وجمال عبد الناصر كان عضو مؤسس فيها مع تيتو في يوغوسلافيا ونهرو في الهند. فكره بقى الامه العربيه والوحده العربيه دي كانت قضيه جمال عبد الناصر. صحيح. ان لم تكن حتى وحده سياسيه فتكون وحده الراي والموقف لمواجهه الاستعمار والاستغلال العالمي. اشياء كثيره جدا يعني نحن ما زلنا نعيش في نعيمها حتى الان. يعني ثورة 23 يوليو ثورة بيضاء انتصر فيها الشعب لجيشه ولم يراق فيها نقطة دم واحدة. طبعا دي شهرة ثورة يوليو انها ثورة بيضاء لانها يعني لم تحدث مقاومة لها، وده بيؤكد ان النظام اللي كان موجود في مصر في 52 كان يعني يرى ضرورة التخلص من الملكية بسبب تصرفات الملك فاروق ومواقفه. وهناك معروف روايه يعني قيلت بعدها في وقتها ان حشيه الملك فاروق كانت ارادت ان تلفت نظره الى تصرفاته السيئه التي تجعل الناس تهتف بسقوطه في الشوارع في المظاهرات التي كانت بدات تقوم من اواخر الاربعينات بسبب حادثه 4 فبراير 42 وفرض الانجليز حكومه النحاس على الملك فاروق. فاحد رجال الحاشيه بينبه الملك فاروق بيقول له انت تصرفاتك دي هتسيء الى اسرتك، اسره محمد علي مؤسس مصر الحديثه الى اخره. فكان رد الملك فاروق رد واقعي بيبين حتى ثقافته. قال لهم انا عارف ان النظام الملكي في العالم الى زوال ولن يبقى من الملوك الا خمسه، ملك انجلترا وخرب عملوك الكوتشينه. لان طبعا ملك انجلترا بنص الدستور يملك ولا يحكم. هو حكم بين السلطات لكنه لا يحكم. لكن احنا عندنا النظام الملكي لما بدا ومع الدستور 23 كان النص الدستوري الملك يملك ويحكم بواسطة وزرائيه، فأصبح جزء من السلطة التنفيذية وليس حكم. ومن هنا هذه التصرفات انتهت في الأمر بإقالته. وأنا أذكر المظاهرات اللي كانت بتقوم في مصر في قبل 52 المظاهرات كانت صاخبة جدا من أواخر 51 وفي تقارير أمريكية صادرة عن السفارة الأمريكية وأنا اطلعت عليها بتتكلم على أنه مصر في طريقها إلى الثورة ده في 51.
كان في نتيجة الأوضاع العامة الموجودة سياسيا واجتماعيا. أكيد. مرة تانية يا فندم كل سنة وحضرتك طيب. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. اهلا بحضراتكم، احنا يوميا بيكون معانا متابعه مستمره لفعاليات مهرجان العالمين. دلوقتي سريعا نروح للعالمين نعرف من زميلنا رامي محمد ايه ابرز فعاليات المهرجان النهارده. صباح الخير عليك يا رامي. صباح الخير شاذلي، صباح الخير منا، كل سنه وكل المصريين بالف خير من مدينه العالمين الجديده، ومتابعه لكل يوم من انشطه وفعاليات مهرجان العالم عالمين. المهرجان اللي بيشهد حاله من الزخم والحضور الكبير من يوم 13 يوليو منذ ان بدا، بيشهد حالة من الحضور بالنسبة للمواطنين المصريين وغير المصريين، أعداد كبيرة جدا مع نهاية وعطلات نهاية الأسبوع، وكان هناك أول حفلات النجوم لحفل الفنان تامر حسني اللي شهد حضور كبير جدا وانعكس تاني يوم على السواحل وعلى شواطئ مدينة العالمين الجديدة والقرى المجاورة لها. كمان لو هنتكلم عن الأنشطة والفعاليات اللي بقالها أكتر من أيام الفترة الأخيرة لحد النهاردة، وهي عروض لطائرات الآر سي اللي بتعمل عروض جوية بتحقق حالة من الإبهار لكل الحاضرين وكل المواطنين هنا في مدينة العالمين الجديدة. كمان لو هنتكلم عن رياضة القفز بالمظلات المستمرة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بها، وكمان استعداد الشواطئ الخاصة بمدينة العالمين الجديدة لانطلاق عدد من البطولات، منها بطولة البادل وأيضا الكرة الشاطئية اللي بتستعد بشكل كبير جدا الشواطئ لانطلاق هذه المنافسات والأنشطة. كمان لو هنتكلم عن الحفلات المقبلة للفنان أحمد سعد والفنان راغب علامة والفنانة نانس عجرم، هناك استعداد أيضا في منطقة أرينا العالمين لاستقبال هذه الاحتفالات مع نهاية وعطلات نهاية الأسبوع، بيكون الأعداد كبيرة جدا سواء من المصريين وغير المصريين في مدينة العالمين. وكان لينا جولة بالأمس بالليل في ممشى العالمين الجديدة، شفنا عدد من الجمهور الحاضرين والمتابعين للأنشطة والفعاليات سواء من داخل المواقع نفسها أو من خلال الشاشات العرض اللي بتكون موجودة في الخارج أمام المولات وفي الطرق وأيضا في الممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة. ده بشكل عام الفعاليات اللي بتحدث النهاردة ومستمرة كمان حتى نهاية الأسبوع حتى 45 من شهر أغسطس، بنتكلم عن أكتر حتى 26 من شهر أغسطس، بنتكلم عن أكتر من 45 يوم من الفعاليات، تجربة سياحية فنية موسيقية وكمان رياضية كبيرة جدا لكل من يأتي إلى مدينة العالمين الجديدة. عودة لكم مرة أخرى. طبعا بنشكرك يا رامي على كل هذه التفاصيل، واحنا ما زلنا مع حضراتكم في متابعة يومية لما يحدث في مهرجان العالمين. الموضوع أعتقد أنت شفته وتابعته في حفلة تامر حسني، الحضور الجماهيري كان عامل إزاي، ناس كتيرة راحت، وقبليها طبعا كمان الفعاليات اللي كانت قبليها سواء التيك بول أو الكرة الشاطئية نجوم الجيل الذهبي، كل هذه الحاجات كانت من الأمور اللي جذبت كتير من الجماهير لحضور فعاليات هذا المهرجان، سواء الناس اللي كانت جاية تحديداً لحضور المهرجان أو حتى الناس اللي كانت رايحة بتصيف وتقضي وقت حلو في الساحل الشمالي، راحت العالمين واستمتعت بهذه الأجواء وتفرجوا كمان على نجومهم نجوم الجيل الذهبي للكرة. من شاذلي انت كنت هناك في العالمين انت وجمانة على مدار يومين، شفنا حلقة مختلفة بتقدمها من على الشاطئ، كان قد ايه متميز؟ اكتر حاجة بقى لفتت نظرك وانت هناك مختلفة عن الساحل الشمالي بصفة عامة، الطيب والشرير الاثنين؟ الناس كانت مبسوطة، دي حاجة مهمة جدا، الناس اللي كانت هناك كانت قاعدة مبسوطة، الجو كان لطيف الحمد لله، ده كرم كبير من ربنا. زائد التنظيم للفعاليات كان في تعاون من الشباب اللي كانوا موجودين المنظمين مع الناس اللي جايين عشان التيك بول. لعبة التيك بول هي لعبة جديدة في العالم كله، وبالنسبة لنا احنا في مصر برضو لسه مش متعودين عليها، لكن الشباب بمجرد ما عرفوا، الشباب بقى الفريستايل عارفه انت الشباب اللي كنت متعود واتغلبت وانت ده عشان ما انا اول ما سمعت رحت قلت اجرب حظي، لكن ما جاتش معايا، ما توفقتش الحقيقة. لكن الناس اول ما عرفوا ان اللعبة دي هتبقى موجودة وفي مسابقة، في ناس كتيره راحت بالمناسبه، الناس بقى اللي عندها مهارات ولسه ما تعرفش قواعد هذه اللعبه، لا الناس راحت وبدات تجرب، والشباب المنظمين كانوا بيتعاونوا معاهم وبينظموا الوقت بينهم بالعدل عشان كل الناس تشارك في هذه الدوره. اكيد
طيب ولفت نظرك كمان الحضور ان الناس كان في بتروح، يعني مش لازم يبقى مقيمين في العالمين. صحيح، في اسر كمان اسر بتروح وبتيجي وبتستمتع بالاماكن المختلفه. مستنيين كمان نشوف لسه الفاشن شو اللي هيحصل، مهرجان كبير في حاجات كتير وفعاليات كتير طبعا ومختلفه، هيكون مستمر معانا لفتره طويله جدا. هنشوف وهنتابع في اطار متابعتنا اليوميه لمهرجان العالمين. احنا شفنا حاجات مختلفه ولسه هنشوف حاجات اكثر اختلافا ان شاء الله بكل تاكيد. لكن بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.